مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منورين ومشرفيني على شاشتكم، شاشه الاهلي وقناتكم قناه الاهلي واستاد الاهلي. استاد الاهلي النهارده يعني هنناقش فيه عده مواضيع، مواضيع دايما بنخصص حلقه عشان نرد على اسئله الراي العام الاهلاوي او الجمهور الاهلاوي، وخصوصا في المباراه الاخيره اللي كان فيها علامات استفهام كتير جدا 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 على كل حاجه هنتكلم فيها بمنتهى المصداقيه والموضوعيه مع نجوم الاستوديو التحليلي الكابتن وليد صلاح الدين والكابتن سمير كمونه اللي هستضيفهم بعد قليل. لكن في الاول احب اتكلم معاكم يعني هنتكلم في ثلاث محاور او ثلاث نقاط مهمه جدا. اكلمكم عن الكابتن حسام البدري، والناس كتير قوي طلعت انتقد كابتن حسام البدري في الدفع باللاعبين جدد زي علي معلول واحمد فتحي، وهم مش جدد طبعا، اللي هم جدد على البطوله العربيه، زي احمد فتحي زي ما قلنا، زي علي معلول، زي احمد الشيخ. يعني عايز ارد رد بسيط جدا، هنتكلم في الايجابيات والسلبيات، واكيد كان في اخطاء فنيه طبعا وارد جدا، هنتكلم فيها كمان مع كابتن وليد والكابتن سمير كمونه. لكن انا عايز بس ارد على الناس، احنا دايما بنحكم بعد ما بنشوف، ودايما انا بقول انا ضد المبدا ده، لان سهل جدا ان انا اشوف حاجه وبعد كده احكم عليها، ايه المانع يعني؟ خلاص الموضوع بالنسبه لي، شفت انا اللعيب اداؤه عامل ازاي وشفت شكله عامل ازاي، فخلاص الموضوع بالنسبه لي سهل ان انا احكم. لكن الصعب جدا ان انا اقيم اللاعب قبل ما اشوفه، يعني الصعب جدا على كابتن حسام البدري ان هو يشوف مستوى احمد فتحي عامل ازاي، مستوى علي معلول عامل ازاي، مستوى احمد الشيخ عامل ازاي، هي صعب جدا عليه. لكن هم كاسماء وكنجوم كفكر وكخبره وكل حاجه، لا الكفه كانت في مصلحتهم. طب تعالوا نشوف العكس، لو كان النادي الاهلي خسر هذه المباراه وما كانش الكابتن حسام اشرك علي معلول واحمد فتحي واحمد الشيخ، كان هيبقى شكلنا ايه؟ او كنا هنقول ايه؟ كنا هنقول لا بصراحه ده الكابتن حسام بصراحه ما عندوش فكره، ازاي يبقى عنده لعيب زي علي معلول، ويعني دولي تونسي، وعنده احمد فتحي اللي بيلعب في كل حته، وعنده احمد الشيخ اللي احنا جايبينه من مقصه ومكسر الدنيا وما استعانش بيهم. ده يعني كان حاجه عايز اقولها لكم، وانتوا لازم يعني تقيموا الاراء اللي بتطلع تتكلم وخلاص. لكن في اخطاء فنيه طبعا، كان في اخطاء فنيه، لكن هنتكلم فيها برضو بالتفصيل ويعني بمنتهى المصداقيه زي ما انا بتكلم معاكم على طول. لكن اللي انا باكد عليه، محدش يغلط الجهاز الفني في اختياراته احمد فتحي وعلي معلول، لان دي اختيارات المفروض حتى واحنا هنا في الاستوديو التحليلي مع كابتن ربيع ياسين وكابتن وليد صلاح الدين وكابتن سمير الكمونه قلنا اه طبعا لازم يدفع بالعناصر، امال هيدفع بيها امتى؟ لما يبقى عندها لعيبه عندها الخبره دي وعندها الكم العالي من البطولات وكل حاجه بصراحه لازم الكابتن حسام يستعين بيها. لكن ما كناش نعرف اكيد ان مستواهم هيبقى كده. المباراه كان فيها جوانب كتير جدا ضد النادي الاهلي، اه كان فيها حكم، وهنتكلم على الحكم كمان، وهنتكلم الحكم ده ايه قصته وايه شكله وايه الخلفيه بتاعته، هنتكلم معاكم برده. لكن هي دي الحته الوحيده بس اللي محدش يتكلم فيها ومحدش يفتح بقه فيها، لان هو الكابتن حسام بدري اعتقد ان هو اختار التشكيل الامثل. اه كان في المباراه بقى كان ممكن يحصل يعني احسن من اللي حصل، لكن انا بتكلم في حته احمد فتحي تحديدا وعلي معلول ازاي، وكانوا مريحين وكانوا كلام قديم وكلام ما ينفعش يطلع من ناس خبره في الكوره، لان علي معلول ده دولي تونسي ما ريحش الراحه اللي هي تخليه يبعد كل البعد اللي احنا شفناه. يعني كمان اتعمل له فتره اعداد مصغره مع احمد فتحي، كان طبيعي جدا ان هم يشتركوا، لان كان الكابتن حسام بدري هينول اقصى ما يعني يقال اذا ما اشركش اللعيبه دي والنادي الاهلي خسر هذه المباراه. ثانيا انا مش عايز اقول بقى ان الناس بتفرح في النادي الاهلي، يعني يا خلاص يعني النادي الاهلي طالما هو مصدر سعاده ناس كتير بره مصر وجوه مصر لما بيخسر، دي تعرفك يعني ايه النادي الاهلي، ويعني ايه ناس كتير قوي 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 داقوا من مراره النادي الاهلي لما بيكون كسبان الفرق دي كلها او كسبان وعامل نتائج ولا اروع من كده. تعرف النادي الاهلي قيمته قد ايه لما تلاقي طبعا الناس بتفرح لما النادي الاهلي هو حتى سبب سعادتنا، لما النادي الاهلي بيكسب وبيفوز بالبطولات وسبب سعاده ناس لما بيخسر، فمش مشكله طالما انتوا بتبقوا مبسوطين، مش مشكله خالص. لكن طبعا النادي الاهلي يعني عنده بطولات وعنده ما يكفيه ان هو يفضل متزعم الكره العربيه والكره الافريقيه وبينافس اعرق الانديه. دي حاجه. تعالوا بقى نروح للحكم واقول لكم الحكم ده قصته ايه. الحكم ده اولا رئيس لجنه التحكيم العربيه هو الكابتن وديع الجريء،
وهذا يعني الكابتن وديع الجريء هو رئيس لجنة حكام البطولة العربية وهو تونسي. تونسي ماشي، ما فيش مشكلة. المشكلة بقى في ايه؟ المشكلة ان نادي الترجي لعب اول مباراة مع نادي النفط العراقي. حضراتكم فاكرين كمان ان النفط العراقي احرز هدف والغي هذا الهدف. قامت اللجنة المنظمة برئاسة طبعا وديع الجريء وانتفضت قوي وراحت واقفة اللاين مان وايه مشيتهم البطولة. حلوة قوي. عملت ايه بقى في الحكم اساسا اللي هو لغى الهدف؟ قالت له انت عندك انذار، ما ينفعش كده. الحكم ده كان مين؟ كان علي المغفري. ما ينفعش انت حد يلغي جون كده. تقوم اللجنة دي تعمل ايه بقى؟ تكافئه وتديله مباراة قبل النهائي. عشان ايه؟ عشان في فريق، يعني انا مش عايز ابقى يعني حد قوي في الفاظي واضح قوي، لكن طبعا الكلام باين جدا وواضح جدا. فكان من الاقدر للكابتن وديع الجريء اللي هو رئيس لجنة التحكيم العربية، ده الهدف قدام حضراتكم ما فيهوش اي حاجة، هات رجعوه تاني يا جماعة، رجعوه تاني عشان الناس تفتكروا. ادي الهدف اهو، ما فيهوش ولا الهوى يعني، ما فيهوش حاجة خالص. فالكابتن الجميل علي المغفري، خلاص يا جماعة خلاص، الحكم علي المغفري خلاص قالوا له ما تعملش كده تاني، وشدوه من ودنه كده ما تعملش كده تاني، واحنا هنكافئك ونديك مباراة قبل النهائي هيكون فيها الأهلي المصري طرف. ها الأهلي المصري يبقى فيها طرف، اوعى تنسى. فقال لهم خلاص ماشي، انا مش هعمل كده تاني. واضح الكلام جدا. النهارده الصحف التونسية هاجموا السيد وديع الجريء وقالوا ما ينفعش ان احنا نتدخل بقى في قصات حكام، وما ينفعش، مش احنا، مش شكلنا. واتقال كلام كتير قوي انا برضو مش عايز اقوله على العموم، لكن انا بقول لكم خلفية هذا الحكم. الحكم ده علي المغفري كان باين قوي في استفزازه للعيبة، لعيبة نادي الاهلي، كان باين قوي قوي في تضييع الوقت اللي يعني حاجه بصراحه تزهق. يعني انا كنت عايز الماتش يخلص، الاهلي يخسر 3-4 بس نخلص الماتش ده. يعني مش كده يا جماعه، يعني لعيبه الفيصلي بصراحه كانت مزوداها قوي قوي. يعني كنا بنقول لعيبه شمال افريقيا، لا عندنا كمان لعيبه الفيصلي، يعني حاجه بصراحه لا تطاق. يعني مش ممكن يكون ده ماتش كوره او دي مباراه كوره. فصعب صعب كان الموضوع قوي. تقوم حضرتك تعمل ايه؟ لو حسبنا كنا بالستوب واتش كام دقيقه وقت ضايع، والله العظيم هتعدي الربع ساعه. ادى 8 دقايق، تفضل علينا وادى 8 دقايق وساب اللعيبه وبيتحايل على اللعيبه، معلش بقى ارمي الاوت، معلش يلا يعني قوم بقى. الجول وقع 50,000 مره ومره مغمى عليه، وحاجه بصراحه يعني مش ممكن. ده كوم. والكوم الثاني لما زق اسلام محارب، هو يعني ربنا بيحبه ان لعيبه النادي الاهلي مؤدب. يعني دي اللقطه قدامكم اهي، دي لقطة قدامكم اهي، يعني حاجة خلاص يعني زق اسلام محارب بطريقة اقسم بالله العظيم، انا لو انا لكان هيبقى اخر مرة يصفر بيها ببقه واسنانه، اقسم بالله العظيم. لان تزقني ليه في صدري؟ يعني تزقني ليه في صدري يعني، وانت يعني اساسا ما يعني اقصى طموحاتك ان انت تقف جنب اسلام محارب، اقصى طموحاتك انت هتروح عندكم في بلدكم تقول لهم احنا انا حكمت النادي الاهلي، دي كانت اقصى طموحاتك. لكن انت تزقه في صدره بالطريقه دي، ما احنا مش جايبين يعني فتوه يعني يحكم لنا ماتش. يعني اقسم بالله انا بقول، انا لو انا كنت يعني بطلتك تصفير تاني، تصفر بقى من اي مكان تاني انت عايزه يعني. لكن انا حاجه بصراحه قمه في الاستفزاز. يعني انت ضغط اللعيب ومتنشنها وضربه جزاء يعني اللعمه يشوفها، وقلنا خلاص ماشي دي بطوله يعني وخلاص، ويعني احنا مش عايزين اي حاجه، احنا كنا بنشوف اللعيبه وخلاص والموضوع كبر في دماغنا وقلنا هنجيب بطوله، لكن تزق كمان لعيب من النادي الاهلي؟ لا يعني ما اعرفش بقى هم يشدوك من ودنك الثانيه بقى ولا. انا زعلت بصراحه ان انت ما حكمتش النهائي، انا زعلت. يعني كان المفروض تكافئوه يا جماعه وتدوا له المباراه النهائيه. يعني حاجه بصراحه مش ممكن، مش ممكن. كان عندنا احنا اخطاء، كان عندنا اخطاء وهنتكلم فيها زي ما قلت لكم، لكن قمه في الاستفزاز. حتى لو كانت لعيبه مين يا جماعه، انتوا متخيلين كل ثلاث
دقايق او كل دقيقتين اللعب بيقف، واحد نايم، واحد ميت، واحد مصاب، واحد مش عارف ايه، مش ممكن يعني بصراحه. يعني ماتش وعدى، واحنا قلنا ان الهدف الرئيسي كان ان احنا نشوف اللعيبه، لكن الموضوع كبر. احنا كلنا خلاص تعشمنا ان الاهلي هياخد البطوله، وما كانش متوقع الخساره خالص خالص خالص. لكن حد يقول لي فريق الفيصلي كان جامد والكلام ده، لا معلش انا اسف، انا ما شفتش فريق قوي، انا شفت سوء حظ مش طبيعي للنادي الاهلي. شفت فرقه عندها روح بتلعب للدقيقه 98 وبتجيب هدف، شفت حكم عايز يخسر النادي الاهلي باي طريقه، عليه ضغط جامد جدا، النادي الاهلي لازم يخسر. ف معلش هو ده قدر النادي الاهلي. الناس كانت بتقول على القرعه، اختشوا بقى شويه يعني، حسوا بقى يعني، لازم يبقى في عندنا دم بقى. انت شفتوا القرعه وشفتوا الحكم وشفتوا الظلم، الاهلي ما بيكسبش بالحكام، ولا الاهلي محتاج حكام تكسبه. نروح بقى لحد يعني كده هسمعكم الفيديو بتاعه، يعني هو المدير الفني العالمي كارلوس موسى ألبرتو. نطلع نشوف الفيديو ونرجع نتكلم عليه. من الاهلي اللي مهزوم 2-0 وعاملين مشاكل وفضحنا، فضحنا مصايب يعني. 2-0 قلنا النهارده هنفوز ونوصل للنهائي البطوله العربيه، 2-0 لحد دلوقتي، ويعني فين اللعيب؟ فين النادي الاهلي؟ فين فريقنا يا جماعه؟ فيصل الاردني، وانا يمكن قبل ما ادخل هوا كنت بتكلم مع زملائي بقول لهم فريق قوي فيصل الاردني، في 7 أو 8 في المنتخب الاردني، فرقه قويه فازت علينا 1-0 في الدور الاول، طب ودلوقتي كمان 2-0 لحد دلوقتي؟ فين الاهلي؟ ارجو الشوط الثاني يكون الوضع متغير، اتمنى ذلك، عايزين نبقى في النهائي. وعيب كمان، عيب انه البطوله دي ما تبقاش بتاعتنا، يبقى الاهلي والزمالك مش موجودين في البطوله في النهائي، دي الفضايح دي. طبعا اشقائنا العرب مرحب بيهم، وبطوله ناجحه جدا زي ما بقول لكم، بطوله ناجحه وحققت الهدف، التواجد العربي، الانديه العربيه اللي يعني نحب نبقى موجودين ونشافين، واشقائنا مرحب بيهم. ولكن انا بحب النادي الاهلي، فاحب دائما الاهلي ينتصر، يعني بحب اشوف الاهلي مهزوم بصراحه، يعني بيعكنن عليا، هزيمه الاهلي بتعكنن عليا، فارجو ان ينتفض الاهلي في الشوط الثاني، ينتفض كوره، يلعب كوره، نريد الاهلي في النهائي. هل يستطيع الاهلي يعوض الهدفين؟ هل هنشوف الشوط الثاني هيعمل ايه الاهلي، هيوكسنا ولا هيفرحنا؟ اتمنى انه يفرحنا، مش ناقصين والله يا هزام، مش ناقصين شماته، مش ناقصين شماته، حرام عليكم يا كابتن حسام. هنشوف الشوط الثاني، ربنا يكرمنا يا رب. دعواتكم، دعوات الملايين المحبين للاهلي، انه ربنا ينصرنا يا رب ان شاء الله ونصل للنهائي. يا حبيبي يعني لو انا لو اعرف ان انك هتزعل لو الاهلي خسر، لا احنا كنا بصراحه كنا هنكسب. لو زعلك يعني احنا يهمنا حاجه غير زعلك؟ لكن الاهلي بيفضحك ويجرسك، وفين الاهلي وفين اللعيبه؟ مش عارف اقول لك ايه يعني بصراحه. يعني استاذ عمرو اديب لما بيجي يتكلم على الزمالك شخصيه محبوبه قوي قوي بصراحه، وتحس فعلا ان هو زملكاوي وبيفهم كوره، وبيتكلم على الزمالك والناس كلها متقبله، وبيقعد يتكلم واحنا وبتاع، حتى لما الاهلي لما الزمالك بيكسب الاهلي يقعد احنا متقبلينه. لو انت عايز تعيش في الدور ده، لا والله العظيم بعيد عليك قوي 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 قوي، وصعب وواسع، انت كده رايح لسكه الخليل كوميدي مش عمرو اديب. فالموضوع صعب، الموضوع صعب. يعني الناس اللي هي متقبلاك في كلامك وفي السياسة مش عارف، هما متقبلينك ماشي خلاص، يعني كل واحد ليه ذوقه. وأفكرك تاني لما كنا في رمضان وعمال تقنع في الناس يا جماعة ولازم التمر في اللبن ونحب اللبن ونحب، وأنا عن نفسي أنا بحب الموزة، يعني بتبوظ كلامك. حتى الحاجة اللي انت بتفهم فيها ما بتقنعش الناس فيها، يعني عايز تتكلم في الكورة وبتتكلم عن النادي الأهلي ان هو بيفضحك
وبيجرسك. النادي الاهلي، انت بتتكلم عن النادي الاهلي؟ يعني والله العظيم ثلاثه، لو حضرتك فضلت تتكلم باسم الاهلي انا ممكن ما بقاش اهلاوي، وناس كتير قوي مش هتبقى اهلاويه. فخليك بعيد عن الاهلي، خليك بعيد عن الكوره. يعني مش عايز اقول لك يعني اكتر من كده، لكن مش الاهلي، يعني مش الاهلي اللي انت تتكلم عليه. الاهلي بعيد قوي عنك، ومع احترامي لاي حد بيتكلم، انا ما بتكلمش باسم واحد معين يا جماعه، انا برد على اي حاجه بتتقال، ما بتكلمش باسم واحد معين او بسمي اللي انا بكلمه، لا انا بتكلم على واحد بيقول ناس الاهلي بيفضحنا وبيجرسنا. والاهلي، الاهلي ايه؟ الاهلي اللي بيفضحك ده الاهلي اللي ما شاء الله، يعني ما شاء الله ما شاء الله، هو مصدر السعاده في مصر. هو لما بيكون فايق بيبقى المنتخب فايق، بنجيب بطولات، الاهلي بياخد الدوري بيفرح الناس، بياخد الكاس، بيروح افريقيا، يعني بطولات وكؤوس، وتروح انت طالع كده تقول الاهلي بيفضحنا وجرسنا وكل ده. يا جماعه على فكره كل ده كان بين الشوطين، انتوا متخيلين؟ واحد بقى خايف على الاهلي والاهلي وازاي بين الشوطين واحنا لسه في شوط، وكان عايز ينصح الكابتن حسام البدري الظاهر جاله زهوطه ولا حاجه، ما حدش شربه ميه او الايربيس اللي بيمليه وقع منه حاجه. بصراحه تكسف يعني، لو حد بيتكلم على الاهلي كده بالصوره دي في ناس كتير قوي مش هتبقى اهلاويه. لا يعني مش عايز بصراحه، ما كنتش عايز ارد، لكن هو الكلام كان صعب قوي. يعني انا عارف ان في ناس بتحب، هو عارف لما يتكلم على الاهلي احنا نتكلم ندافع طبعا نادينا، واحنا قلنا احنا هنا بندافع عن نادينا وعن لاعبتنا، مش هننتقد زي ما الناس بتنتقد. هننتقد لما يكون في سبب وجيه للانتقاد، لما نشوف النادي الاهلي فعلا رايح في سكه ثانيه، والنادي الاهلي عمره ما بيروح في سكه ثانيه. لكن في ناس بتحب تشتهر، بتحب تعمل اسم محدش دلوقتي بيشوفه، فيعني الحاجه اللي بتفهم فيها صعبه قوي يعني، فيعني خليك فيها، خليك فيها، ما تخرجش بره لبسك. كفايه. نطلع فاصل عشان نستقبل نجومنا الكرام كابتن وليد صلاح الدين، كابتن سمير كمونه، نجوم النادي الاهلي ونجوم مصر. فاصل السنه. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني كانت صوره يعني للجمهور اللي فعلا وحشنا ووحش كل المدرجات، وان شاء الله يكون البطوله العربيه، وتكون البطوله العربيه ان شاء الله بدايه خير لعوده الجماهير ان شاء الله. يعني انا اسف ان انا بقحمكم كده بفيديوهات وناس غريبه يعني، وحتى نشاز الصوت انا اسف ان انا بدخله برضو على ودانكم، لكن احنا متعودين ان احنا في الاهلي ان احنا نرد على اي حد، خصوصا لما يكون كلام يعني ما ينفعش بني ادم طبيعي يقوله، فلازم نعلق او لازم نعرف كل واحد حجمه. ما ينفعش ان احنا نتكلم عن النادي الاهلي ونقول النادي الاهلي عامل لنا فضايح وعامل لنا مجرسنا وعامل لنا مشاكل، النادي الاهلي مين؟ يعني ايه رايك كابتن وليد في الكلام اللي سمعته؟
انا عايز ارحب بيك. انا اسف انا اسف والله العظيم. انا فعلا انا انت متعصب ليه بس؟ لما حد بيقول طب ارحب طبعا طبعا بكباتن مصر والنادي الاهلي كابتن ميت صلاح الدين منورني ومشرفني. الله يخليك كابتن سمير كمونه منورني ومشرفني. اعذروني. لا ولا انا اسف فعلا تاني لان انا لما سمعت الكلام والله العظيم مش عارف ازاي يعني النادي واحد عاقل بيقول عن النادي الاهلي فضايح. النادي الاهلي عامل لي فضايح وكسنا وفضحنا وفين الاهلي وفين اللعيبه يعني مش لا عارف. هو بس ببساطه شديده ساعات اختيار الالفاظ بيخون ناس كتير. يعني ما يعني استاذ احمد موسى الراجل اهلاوي وهو اعترف. انا بتكلم على اي حد عشان بس ايا كان هو او غيره. بس هي الفكره في ان انت عارف انت راجل دايما على الهوا وعارف الهوا صعب. ساعات انت لو بتكون عندك في مجال معين ما بتبقاش فاهم فيه قوي في لفظ يا كابتن وليد لكن اقعد اكرر في يعني الفاظ معلش. بس هو بحب بس هو اللي انا عايز اكد عليه في الرياضه لا ينفع تكون البطوله في مصر وما يكونش الاهلي والزمالك في النهائي لان دي رياضه. احنا لو كده يبقى كل بطوله بتتلعب في ارض يبقى لازم بقى الممثل بتاعه يعني كان يبقى الاهلي والزمالك في النهائي علشان طالما البطوله في مصر عشان الناس تفرح. بس هي الرياضه مش كده. كرة القدم طبعا الرياضة بشكل عام بس كرة القدم عشان احنا متخصصين فيها. كرة القدم ممكن يكون المكان الوحيد في العالم اللي ما فيهوش تسييس غير مسيس. مهما كنت تحاول حاولت المافيا كتير حتى الإيطالية طبعا حاولت تتحكم. في ناس بتحاول بشتى الطرق تتحكم في نتائج. تبقى كرة القدم مباراة كرة القدم ما لهاش اي توقعات من اي نوع. ودي احلى حاجه في الدنيا بالزبط. يعني يجي يقول لك ايه اصل مصر خدوا بالكم مرت بظروف صعبه جدا واحنا لسه طالعين من الثوره وعايزين كده الشعب يفرح فمباراه مصر ومش عارف مين مثلا لازم مصر تكسبها علشان مش ما فيش الكلام ده في الكوره. ما فيش الكلام ده. تروح والاستاد يتقفل وتتغلب. يحصل للاهلي ويحصل للزمالك ويحصل للمنتخب لان الكوره بره التسييس. تمام. والكوره لو تم تسييسها في العالم كله خلاص هتبقى انتهت. الكوره احلى حاجه فيها ان انت يستحيل تعرف نتيجه المباراه ايه. دي احلى حاجه. ففي ناس ممكن تكون من حبها الشديد للاهلي او للزمالك بتكون بتاخد او بتختار الفاظ او مفردات لغويه بتكون خاطئه بمعنى ان ما ينفعش طالما البطوله في مصر ما ينفعش ان لازم الاهلي او الزمالك في النهائي. ده غلط في الكوره. لا ممكن البطوله تبقى في مصر ويبقى طرفي النهائي فريق من المغرب وفريق من تونس واهلا وسهلا بيهم. ولان هم اجتهدوا وهم يستحقوا اكتر من اي فرقه. والفرقه اللي هتفوز بالبطوله طبعا الفيصلي الاردني في النهائي هو والترجي. الفرقه اللي هتفوز بالبطوله هي تستحق المكسب. وهي الكوره علمتنا كده. ونطلع بايجابيات ونطلع بسلبيات. ففي الاخر بس يعني احنا برضو كبار واكبر من كده بكتير. النادي الاهلي كبير. النادي الاهلي يعني سبحان الله دايما مفرح الناس كلها. لما بيكسب بيفرح حبايبه واللي بيشجعوه واللي بينتموا ليه في انحاء العالم كلها. لما بيخسر بيفرح حساده وبيفرح منتقدينه وبيفرح منافسينه. فهو النادي الاهلي مفرح الدنيا كلها سواء اللي بيشجعوه او اللي بينتقدوه. لكن هي كرة القدم كده. عايزين نبسط الامور ودي رياضه في الاخر. هو الكلام يا كابتن وليد الكلام عادي. انا حد يقول يغلط في الاهلي والزمالك ازاي مش في الموجودين. الاهلي خسر يا جماعه مش لكن حد المفروض انت يعني المفروض ان هو بيقول ان هو اهلاوي ايا كان يقول الاهلي فضحنا والاهلي جرسنا ودي الفاظ تخرج على الاداء. وعشان كده احنا يعني برضو في الاخر نلتمس للناس العذر ونعدي. يعني الكبير دايما بيبقى اكبر من اي حاجه. اكيد. عايز تعلق على الكلام ولا لا؟ انت اتكلمت بشكل كويس بشكل محترم. انت بتغير على ناديك وعلى القناه بتاعتك وده حقنا كاهلاويه ومحبين الاهلي. وليد اتكلم بشكل محترم جدا. متعودين احنا في الاهلي احنا حتى لما حد بينقدنا او بيجرحنا او بيشتم احنا بنرد عليه بثقافه. في ثقافه الحوار في احترام للغير. انا بصراحه كابتن سمير من يوم ما قلت انا اهلاوي من يوم ما انتميت نادي الاهلي عمري ما سمعت واحد لا منتقد ولا عدو حتى قال نادي الاهلي فضحنا وجرسنا وانتوا فين الاهلي فين. معلش عمري ما سمعتها بصراحه. هو انا عمري ما سمعتها. عشان كده انا بقول لك انا نسيت ارحب بيكم والله. انا نسيت فعلا يعني فبقول لك انا لما سمعت فضحنا وكسنا وكلام
كلام انا ايه ده؟ هو كلام بدايه بس انا عايز برضه اوضح حاجه. اي حد بيحب حد زياده عن اللزوم ممكن يخونه التعبير. فهو اصلا معلش هو برضه مش كروي قوي، مش حاسس بالمنظومه، مش حاسس بضغط النادي الاهلي، بيلعب خارج من دوري داخل على افريقيا وبعدين كاس مصر وبعدين بطوله عربيه، عنده فرقتين في تناسق، ده يلعب ده يقعد. هي في الاخر كمان رياضه، كمان هي رياضه، مكسب وخساره يا جماعه. انت فول تيم وجاهز وكل حاجه وتخسر طبعا، ده طبيعي جدا. يعني هو النادي الاهلي مش اول بطوله يخسرها ولا اخر بطوله، احنا بنشترك في 5 بطولات ممكن ناخد منهم 3 4، فده طبيعي جدا. بالك هي الثقافه دي موجوده في العالم كله ولسه ما وصلتلناش. يعني انت بتلاقي الريال وبرشلونه بما ان هم مثلا كلاسيكو الارض، بتلاقيهم كل سنه هات لي خلي فريق الاعداد عندك يجيب اخر 10 سنوات نتائج الريال وبرشلونه كل سنه. تلاقي سنه برشلونه واخد الدوري وواخد الشامبيونز، وبعدين الريال واخد الكاس، السنه اللي بعديها واحد منهم ما خدش حاجه خالص، السنه اللي بعديها واحد خد كل حاجه، السنه اللي بعد... والناس عندها ثقافه. يعني السنه دي انا يعني الزمالك خد الدوري والكاس من سنتين، النادي الاهلي ما كانش خد حاجه، السنه اللي بعديها النادي الاهلي خد الدوري والاثنين طلعوا من افريقيا، السنه دي النادي الاهلي خد الدوري وخسروا البطوله العربيه الاثنين وداخلين على الكاس وداخلين على يعني هي الرياضه في العالم كله مش بتتعمل عشان نادي يكسب كل حاجه اكيد، والجماهير او يكسب كل البطولات، الجماهير متفاهمه كده. فيعني هي بس ثقافه عايزين نوصلها للناس ان الكوره او الرياضه. وبعدين ما انت كسبان كل البطولات ما شاء الله، يعني انت بتنافس انديه، بتنافس الريال، هترجع تكسب وهترجع ريال مدريد. هو بس انت اهم حاجه ان انت تحافظ على مبادئك، اهم حاجه ان انت عندك قيم ومبادئ واخلاق عايزين نفضل نتوارثها عبر الاجيال. وفي الاخر لما بيكون مكان ماشي صح، مكان ماشي صح غالبا يعني بنسبه تتعدى 99% بتكون النتائج سليمه. يحصل بقى مره دروب في سنه، في سنتين، تغير جلد، تغير فريق، تغير منظومه، بس في الاخر طالما ماشي صح تاكد بنسبه كبيره جدا ان انت نتائجك هتبقى. هو انا يعني بحترم ارائكم، المفروض ان انا ابقى دبلوماسي وانتوا العكس، لكن انا بصراحه ما قدرتش استحمل الكلام لما حد يقول النادي الاهلي فضحنا وكده، كانت كلمه كبيره جدا. ف نقفل الكلام. هو على فكره جريده المسا قالت نفس الكلام، يعني اخطات وقالت الاهلي فضحنا، واحنا يعني انا كان عندي تحفظ شديد على المانشيت مش حلو، وما فيش اي فضيحه ان انا اخسر مباراه او ان انا اخسر بطوله. الرياضه يا جماعه في العالم كله مش كده. فلو سمحتوا انقلوا للشباب، انت عندك ولاد صغيرين بيتفرجوا عندهم او بيقروا طبعا جريده كبيره طبعا زي المس، عندهم 8 سنين و10 سنين و12 سنه وبيروحوا الاستاد، فمش عايزين نصدر لهم ثقافه هي مغلوطه. هي كل فريق ليه حساباته، الاهلي عمل اللي عليه، الزمالك عمل اللي عليه، بيمر بمرحله مشاكل كبيره جدا، ربنا يكون في عونهم وان شاء الله يرجع تاني الزمالك على الخط. النادي الاهلي كان قريب جدا للمباراه النهائيه، في بقى نسب للتحكيم، في نسب للظروف، في نسب النادي الاهلي اخطا فيها، اخطانا وما فيهاش حاجه، ومع ذلك ممكن تخطئ وانت برضو توصل. فالفكره بس عايزين نوصل ثقافه مظبوطه للولاد الصغيرين او للي بيشجعوا الكوره. ما اروحش الاستاد وانا لو ما كسبتش يبقى اولع، لا، الكوره مش كده، كوره منافسه بين فريقين، وارد جدا جدا الاحسن ما يكسبش، وارد جدا الاكثر فرصا والاكثر تضييع للفرص والاكثر ثباتا والاكثر استحواذا وما يكسبش. المشكله يا كابتن سليم، المشكله ان النادي الاهلي هو اللي عود جماهيره على كده، يعني هو بقى الجماهير بقت بالنسبه لها حق، لا حق ان الاهلي هياخد البطوله حق. لكن طبعا الكلام اللي بيتكلم فيه كابتن وليد هو ده الكوره، هو ده الاحتراف، ودي فعلا طبيعه الحياه اساسا، ان انت ما بتكسبش كل حاجه. لكن النادي الاهلي ما شاء الله يعني كان معود جماهيره او معود جماهيره ان هو بيكسب كل حاجه، حتى البطوله العربيه للجماهير نفسها. واحنا بصراحه احنا في الاول قلنا يا جماعه لا، المفروض البطوله دي بطوله يعني هنشوف اللعيبه كابتن حسام يحكم عليها، وبعد كده الناس كلها كابتن ميدو كله حاول، الناس كلها حاولت، النادي الاهلي اللعيبه حاولت والجهاز الفني حاول والجماهير مشكوره ازرت بشكل كويس قوي، وطلعنا بمكاسب كبيره ومكاسب عديده من الاشتراك في البطوله يا كمونه، وده حال الكوره. هنتكلم في يعني يا كابتن سمير، قول لي ابرز مكاسبنا اللي حققناها وخسرناها من البطوله دي غير المكاسب الماليه. لا احنا استفدنا طبعا استفاده فنيه قبل اي حاجه، ده المهم جدا. كابتن حسام البدري طبعا كان في حيره شديده ان هو يلعب الصف الاول او الصف الثاني، احنا دلوقتي عندنا صفين
اكتسبنا بعض النجوم والصفقات الجديدة زي طبعا إسلام محارب، وليد أزارو، وبركات. كل دي لعبة ممتازة احنا شفناها ووقفنا عندها وشفنا مستواها ايه الفني. وكابتن حسام البدر الحقيقه يمكن البطوله دي اظهر يعني ظهرت له حاجات كتير قوي من الناحيه الفنيه. وشفنا وليد ازارو يمكن اللعيب الاجنبي او اللعيب المغربي اكتر واحد حماسي في مباراه الفيصلي، وبيجيب جون وبيجيب الكره من جوه الجون عشان خلاص دخل في مود النادي الاهلي وفي المنظومه كلها كلاعب وحماس وبطولات، اتاقلم خلاص فتره قصيره جدا. فدي مكاسب. المكاسب طبعا عندنا صفين دلوقتي ما حصلتش من فتره طويله جدا. النادي الاهلي بيمتلك صفين على اعلى مستوى من الناحيه الفنيه والبدنيه. عندك دلوقتي ده انت عندك دلوقتي 8 9 لعيبه شهور ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي ولا في اي نادي في العالم. عندك 9 لعيبه شهور، 3 لعيبه في خط الظهر، معلول وحسين وصبري، وعندك اسلام محارب ووليد سليمان وعمرو بركات وحمودي وميدو جابر. يعني تقدر تشكل في كل خط هجومي 1 و2 و3، وعندك البديل وبديل الكف. لا كان في نواحي تكتيكيه على اعلى مستوى، لكن حظ طبعا. وزي ما اتكلمنا بنقول هي دي الكوره، والبطوله طبعا النادي الاهلي بيخسر بطوله بيجيب وراها 5 6، فده طبيعي جدا احنا متعودين على كده. انما انا عايز اقول لك اكتسبنا 3 اجيال من البطوله اضافت للكابتن حسام بدر والجهاز الفني والنادي الاهلي. عندنا جيل شباب دلوقتي من فرقه ال 97 كابتن وليد، عندنا نيدفيد وعندنا بيكهام واحمد حمدي والحناوي. يعني انت شايف ان النادي الاهلي استفاد في البطوله دي استفاده اللي هو استفاد شاف اللعيبه وليد ازارو، صالح جمعه، الشيخ يعني شفناه على فتره قليله. طب نطلع نشوف تقرير كده عن مدى استفاده النادي الاهلي من هذه البطوله، ونرجع نستكمل الحديث مع ضيوف الكرام كابتن وليد صلاح الدين وكابتن سمير كمونه. شوفوا التقرير وارجعوا لنا. لا يختلف اثنان على كون جماهير الاهلي وادارته وجهازه الفني ولاعبيه عاشوا ليله حزينه بعد الخروج من البطوله العربيه على يد الفيصلي الاردني بثنائيه مقابل هدف في دور الاربعه، بعدما كانت الطموحات والامال تتجه نحو الفوز باللقب العربي. ورغم الخروج دون الحصول على اللقب، الا ان الفريق الاحمر حقق مكاسب بالجمله من جراء المشاركه في البطوله على كافه المستويات، على رأسها تجهيز اللاعبين البدلاء والغائبين عن المشاركة منذ فترة طويلة مثل رامي ربيعة ومحمد الشناوي حارس المرمى وباسم علي وحسين السيد وأحمد حمودي وعمرو بركات وأكرم توفيق. ونجح الأهلي في تجهيز صفقاته الجديدة خاصة المغربي وليد أزارو الذي قاد الهجوم وظهر بمستوى طيب، كما أن إسلام محارب لاعب الوسط انسجم سريعا مع الفريق الأحمر، وظهر أيضا أحمد الشيخ العائد من تجربة الإعارة من مصر المقاصة. وحقق الأهلي مكاسب مهمة بعد عودته للمشاركة في البطولات العربية بعد غياب دام ل13 عاما كاملة، وهو ما ساهم في إنجاح البطولة التي تعد من الخطوات الرائعة التي أفادت مصر على مستوى السياحة وتأكيد الأمن والأمان. ورسمت جماهير الأهلي صورة رائعة في المدرجات، وهو ما يساهم في العودة الكاملة للجماهير في الفترة القادمة بمباريات الدوري العام. ده كان تقرير يعني ملخص لابرز مكاسب النادي الاهلي، وحضراتكم شفتوا اللعيبه زي ازارو زي النجم صالح جمعه اللي ظهر بشكل ولا اروع يعني طمئن قلوب الجماهير الاهلاويه تحديدا، ان في لعيب يعني نقول شبيه شويه بالنجم ابو تريكه. كابتن وليد، مكاسب النادي الاهلي عديده. يعني انا قدامي الاربع تشكيلات اللي لعب بيهم النادي الاهلي على مدار الاربع مباريات، وجود عدد كبير جدا من اللاعبين يعدي حوالي 25 لعيب لعبوا. الاهلي استفاد، وقف على
حالة كل لعيب. تمام. النهاردة أقدر أقيم الناس كتير قوي بتلوم الشناوي على هدف أو اتنين دخلوا مرمى، بس احنا عارفين مركز حراسة المرمى يا جماعة، لو حارس المرمى بقاله مدة كبيرة جدا ما بيقفش ولازم ياخد مباريات علشان أقدر أحاسبه وعلشان هو يجيب فورمة المباريات بتاعته، والكلام ده حصل مع عصام الحضري وحصل قبليهم طبعا مع الكباتن الكبار، يعني في الجيل بتاعنا حصل مع عصام الحضري كتير، وحصل مع شريف إكرامي نفسه، وحصل مع مصطفى كمال، وحصل مع طارق سليمان، وحصل مع أي حارس مرمى، فلازم الناس تصبر. نفس الوضع أنا مثلا عندي واحد زي باسم علي. باسم ده مكسب بالزبط. لعب أول مباراة ولعب تاني مباراة بشكل رائع، وكان بس أرجع للإصابات تاني. أشوف حالة باسم في الإصابات إيه. ليه تعور؟ هل ليه ناس كتير وقعت مني في المباراة اللي احنا اتغلبناها؟ يعني ليه حسام غالي إجهاد، نجيب إجهاد، عمرو بركات إجهاد، باسم علي، ليه العدد الكبير ده عماد متعب؟ هل اللعيبة ما عملتش استشفى كويس؟ هل اللعيبة ما ريحتش بشكل كويس ان هي عارفة انها داخلة على يعني قبل نهائي البطولة؟ ففي مكاسب كتير، وفي تقييم، وفي وقوف على حالة عدد من اللعيبة. مهم جدا ان انا اقيم اللاعبين بتوعي في مباراة رسمية. ما كنتش هلاقي احسن من كده اربع مباريات، كمان اربع مباريات من العيار الثقيل. يعني رسمي وفيهم صفة اللي نقول ايه، الحماس والتنشنة والعصبية بتاعت المباريات المصيرية. بالزبط. يعني انت لعبت الفيصلي اول مباراة كنت يعني مريح او واخد الامور ببساطة. وعملوا كمان يا كابتن وليد الحاجة الصعبة قوي اللي ما عملهاش اللعيبة اللي هي لعبت كل مباراة، لعبوا قدام جمهور وجمهور كتير. برافو عليك. وجود الجمهور ده برضو عنصر مهم داخل جديد على لعيبة النادي الاهلي. في عدد كبير جدا من اللعيبة ما لعبش في وسط جمهور. بالزبط. في نفس الوقت انت بتبقى عايز وقت طويل علشان اللعيبة تنسجم مع تيم النادي الاهلي. النهاردة انت كسبت كل ده. يعني وليد ازارو لعب اربع مباريات منهم ثلاثة اساسي. انت خلاص مش محتاج تدخله في تيم النادي الاهلي، هو دخل. بالزبط. اسلام محارب نفس الموضوع. بالزبط. عمرو بركات نفس الموضوع. بالزبط. فبالتالي انت كسبت مكاسب كتير. وبرضه في سلبيات هنقولها. هنقول السلبيات بعد ما اشوف كابتن سمير كمونة. عايز اسالك سؤال وارجع برضه قول لي لابرز المكاسب. احنا مش بنبرر يا جماعه خروج النادي الاهلي، احنا خلاص احنا خرجنا، احنا اوريدي خرجنا خلاص، احنا بنشوف ايه اللي احنا استفدناه وايه اللي احنا خسرناه، وهنناقشه يعني بعد قليل برضه مع ضيف الكرام كابتن وليد وكابتن سمير كمونة. يعني عايز اقول لك الكابتن حسام البدري طلعت ناس انتقدته ان هو لاعب احمد فتحي ولاعب معلول ولاعب الشيخ. هل الكلام ده انا قلته في الانترو، هل الكلام ده لو كانت اللعيبه دي ما لعبتش ونادي الاهلي خسر برضه كان هيبقى الشكل ايه، كان هيبقى الكلام ايه؟ لا انا ليا راي مختلف، ويمكن كل واحد بيقول رايه. طبعا اكلمك يعني بلغه المدرب شويه. انا لما اكون عامل عندي 30 لعيب وفي 5-6 يقعوا مني واجي اعمل لهم فتره اعداد مصغره للظروف البطوله العربيه، وبعد كده اقدر ان انا ادخلهم كمان المباريات، فورمه الماتشات بتبقى بعيده عليهم لانسجام مع الفريق، عمليه الاستشفاء والاحمال البدنيه طبعا بتحط بمقاييس ومعايير طبعا، فكل دي طبعا بتاثر على اللعيب، ومن النواحي الايجابيه طبعا بتفيده في المباريات. انا كنت ضد طبعا عوده عبد الله السعيد وحسام عاشور والشيخ ومعلول. قلت بقيه اللعيبه اللي لعبت اول ثلاث ماتشات هم اللي يكملوا عشان واخدين فورمه الماتشات ونشوه الفوز بعد مباراه حسين داي وماشيين بشكل كويس جدا. ده كان رايي. انما طبعا كنت اتمنى ان هم يكونوا اضافه زي عبد الله السعيد ومعلول وحسام عاشور، كل اللعيبه اللي لعبت. يعني انا كنت اتمنى كمان ان بس حضراتكم هنا في الاستوديو يا كابتن وليد وكان الكابتن ربيع ياسين معانا، احنا يعني شبه اتفقنا ان لا لازم اللعيبه ترجع. احنا قلنا اللعيبه لازم ترجع علشان الكابتن بقى اضافه للكابتن حسام بدري اللعيبه اللي هي اللي كانت مريحه. مظبوط. قلنا واحد او اثنين حسام عاشور، قلنا ثلاثه. ادينا احنا قلنا ثلاثه. انا فاكر احنا قلنا حسام عاشور، قلنا احمد فتحي، قلنا علي معلول. بالظبط. فانت انا قلت هي بتبقى مجازفه. يعني انا قلت تدي فرصه واثنين للعيب واثنين وثلاثه بس هتبقى مجازفه، لان مش هيبقى جاهز بدنيا، عكس طبعا اللعيبه اللي بتلعب واخده الثلاث ماتشات الاولانيين. يعني حسين السيد كان ماشي كويس جدا.
طيب لو كان ماشي كان عندك اكرم توفيق كان ماشي كويس جدا، ادي الناس دي وخليها تاخد فرمه الماتشات، ممكن احتاجها ماتش ترجي يعني. ده كان رايي بالنسبه لعمليه الروتيشن اللي كابتن حسام عملها، ان الناس كانت بعيده واخده اجازه 10 ايام او اسبوعين، فاجي اعمل لهم 5 6 ايام تمرين، اجي ادخلهم على قبل نهائي، فالموضوع هيبقى صعب جدا. بعد اسبوعين عندي الترجي يعني هي كانت، بس هو دخل العناصر في الحدود، انا مش بدافع عنه، انا بقول لك لا احنا حصل ايه، احنا بنتكلم الاستفاده يعني، خلاص بالزبط. البطوله خلاص احنا واستفدنا منها والكلام ده. انا دي وجهه نظر، انا بقول لك كانت اللعيبه الجديده اتاقلمت اكتر من كده ولعبت مباراه الفيصلي، مش مشكله، ما انا لو خسرنا البطوله ايه مش ما احنا لعبنا وخسرنا، ما فيهاش مشكله. عايز تعلق؟ يعني خلينا نبقى محددين جدا في الكلام عشان نبقى عارفين برضو في الاخر احنا بنناقش ايه. تمام. هي الفكره كلها ان التشكيلات كلها قدامنا. كابتن حسام غير 3 لعيبه فقط، 3 لعيبه في منهم فيهم تغيير اضطراري، احمد فتحي اجباري لازم يلعب لان ولا في سرد باك ولا في باك رايت، فهي الفكره ان باسم انت عندك كمان عدد من الاصابات، ففي اجبار يعني. انا 3 تغييرات فقط هم اللي ابتدوا المباراه، وفي نفس الوقت التغييرات جت في الدقيقه 60 و70 و80، فهي خلينا نبقى محددين في الكلام عشان احمد فتحي اجباري لازم يدخل. تمام. يعني لانه هيدخل يلعب سرد باك. تمام. في تغييرتين حصلوا، علي معلول وحسام عاشور. تمام. دول الاثنين الوحيدين اللي دخلوا على حساب حد. تمام. الباقي كله باسم موجود. باسم ما لعبش، ما هو باسم مصاب. ما هو بس مصاب، عشان كده دخلت غصب عنك. محمد هاني. محمد هاني ما خلاص مصاب. اكرم توفيق كان بيلعب، دخلت على حسابه حسام عاشور. في اتنين بس هم اللي دخلوا على حساب اتنين. علي معلول دخل على حساب حسين، وحسام عاشور دخل على حساب اكرم. بس الباقي كله كلهم موجودين، يعني الثلاثي احمد حمودي صالح جمعه جونيور اجاهي، دول اللي لعبوا مباراه نصر حسين ضاي. وليد ازارو هو اللي لعب، يعني شوف 4 لعيبه الكابتن بيحافظ عليهم. نفس الوقت في نص الملعب جه حسام غالي اتعور وعمر السوليه رجع، فبالتالي لازم يبقى السوليه وعاشور. يعني ممكن كان يبقى اكرم بدل عاشور، انت رحت للخبره. يعني خبره حسام عاشور مع خبره علي معلول هي اللي رجحت كفتهم على الاثنين. هنتكلم في السلبيات واظن انها ما كانتش، يعني انا مش ده الفارق. يعني لو كان لعب حسين السيد ولعب اكرم توفيق مش ده الفارق، لكن في الاخر في عندي عدد من الاصابات، النهارده عمرو بركات، النهارده عماد متعب، في ناس وقعت مني في الفرقه قبل المباراه الاخيره. فبالتالي خلينا نبقى في حاجه كمان مهمه جدا، الترجي عمل كده امبارح وكسب. المساله مش مساله احنا بنناقش يعني خروج بشكل مفصل. يعني الترجي امبارح لعب فخر الدين بن يوسف ولاعب فرجان ساس ولاعب خليل شمام وتألقوا وكسبوا ووصلوا النهائي. طبيعي يعني قصدي نفسي، انت عندك حاله الترجي فقط، لان انت الوحيد انت والترجي. طبعا في انديه زي الهلال السعودي مثلا هو مش جايب الفرقه خالص، يعني بيلعب بفريق الشباب، لكن حالتنا احنا زي الترجي. مفيش بعد كده الفيصلي بيلعب بالفول تيم بتاعه وما بيغيرهمش اصلا. عندك الفتح الرباطي هم مفيش غيرهم، لكن انت الترجي والاهلي الوحيدين اللي قعدوا عدد من اللعيبه الدوليه. الترجي امبارح استفاد منهم وكسب، والاهلي دخل 3 عناصر وما كسبش، فهو مش ده السبب الرئيسي. مش ده السبب الرئيسي. هي الفكره كلها في ان انت، ده انا بتكلم على الانتقادات اللي وجهوها الناس اللي هي كانت بتقول، هي الناس اللي بتقول الكلام ده. لو اللعيبه اللي كانت لعبت كلها موجوده، يعني النهارده انا استخدمت 3 لعيبه بس. النهارده نجيب، لو كان نجيب موجود كان هيلعب سرد باك ولا لا؟ هيلعب طبعا. كان هيلعب. حسام غالي صح ولا لا؟ لو حسام غالي موجود كان هيلعب ولا لا؟ باسم كان هيلعب. لو عمرو بركات كان موجود كان هيقعد احتياطي. اسلام محارب نزل في المباراه. يعني انا شايف احمد حمودي خد من الاول. هي الفكره ان انت تناقش حاجه مهمه جدا، ان النهارده البطوله دي عملت لك واحد مهم جدا زي صالح جمعه، ان ما بقاش يعتبر احتياطي لعبد الله السعيد. خلاص بقى تقدر تستخدمه وتقعد عبد الله، يعني بقى عندك في المركز ده اللي انت كنت لا تقدر تستغله كمان كديفندر. بالظبط، تقدر تستغله مع عبد الله، تقدر تستغل الاثنين وتضغط. يعني بالزبط. النهارده في الباك رايت انت كنت من اخر السنه كده على اخر الدوري كنت بتقول مين اللي هيمشي؟ هنمشي باسم ولا هنمشي هاني ولا نطلع مش عارف مين اعاره؟ النهارده الثلاثه كويسين. يعني عندك الباك رايت
الثلاثه اللي في الباك رايت كويسين، الثلاثه اللي في الباك ليفت كويسين بيأدوا. انت عندك كمان حاجه نقطه مهمه جدا، ظهر جدا ظهر جدا 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 تاثير احمد حجازي. ده انا قلت هنا سمير كم انا قلت هنا احمد حجازي خلاص، احنا قلنا ان الصفقه غصب عنك لازم يمشي. طب خليني لان هي طالما خليني بقى انت طالما فتحت السؤال خلينا نشوف المساك. طيب. هل فعلا ظهر تاثير حجازي بالسلب؟ طبعا. ده مكاني بقى يعني ممكن افيدك فيه كويس قوي. عشان كده انا قلت الكابتن وليد انا نشوف كابتن. اولا النادي الاهلي بيعاني من حته المساك الثاني جنب ربيعه. هو مفيش غيره دلوقتي. يعني بظل طبعا غياب نجيب وسعد الاصابه، الموضوع كان صعب جدا في مباراه الفيصل. ان احمد فتحي يعني في مكانه كباك رايت افضل من ان هو يلعب مساك. ومفيش غيره يعني، والكابتن حسام لجأ ان هو يلعب احمد فتحي جوه ويطلع هاني بره عشان كمان باسم ما كانش موجود. لو باسم موجود كان باسم هيلعب، وباسم كان افضل الفتره دي. انما انا عايز اقول لك طبعا احنا تعاقدنا مع دوبيدور تقريبا 3 سنوات، ده يعني ده اللي انا سمعته لسه لا لسه. يعني من برضو اللعيبه اللي مرشحه في المكان ده. انما بعد عودة نجيب وسعد هتقدر دلوقتي تحتار تلعب مين. عندك ثلاثة هيبقوا كويسين جدا، لكن لازم اجيب واحد رابع للظروف اللي احنا فيها. حجازي لما مشي اثر على اداء النادي الاهلي دفاعيا. طب شايف تقييم رامي ربيعة يا كابتن سامي؟ لا، رامي من اللعيبه الكويسه، لكن كان حجازي لما بيبقى موجود بيسنده اكتر من سعد، لان سعد ورامي الاثنين ميزه واحده، عندهم سرعات وقواي وبتاع، انما ما بيعرفوش يبداوا الهجمه من ورا زي حجازي، دي ميزه. واخد بالك؟ نجيب بينقل من ورا، انما سرعته ممكن تكون اقل من سعد شويه ونجيب شويه، فكل واحد فيه ميزه. يعني انت شايف ان رحيل حجازي اثر؟ لا، اثر طبعا عشان مفيش بديل. اثر طبعا ومفيش بديل دلوقتي في مصر. انت لازم تجيب مساك سوبر، ان انت داخل على بطوله افريقيا ممكن تايده مع وليد ازارو والشيخ وهشام محمد، هتختار ثلاثه ومنهم مساك سوبر، لازم انت هتقابل الترجي. فانت في حيره دلوقتي هتعمل ايه. فالمكان ده حساس جدا للنادي الاهلي، واثر دفاعيا على اداء النادي الاهلي بالهدف اللي دخل الكره العرضيه. طبعا ما فيش تجانس ما بين رامي ومحمد هاني، ما عندهمش الارتقاء العالي والرقابه الدفاعيه والهيدرز. يعني كان رامي افضل من هاني شويه، انما خانهم التحرك والفرود دومينيك سرقهم ودخل هدف براسه. طبعا شايف ان المشكله في خط الظهر دلوقتي. تجربه احتراف حجازي وانت خدت نفس التجربه. التجربة يعني لغاية دلوقتي ناجحة، المدرب مبسوط منه جدا، ماشي بخطوط ثابتة، كل مباراة بيلعبها ودية الراجل بيتكلم عليه كويس جدا، بيقول لك حجازي مكسب لينا، حجازي طبعا من اللعيبة المميزة، عنده صفات اللاعب اللي جايبين لك جون. ده هدف، ده الهدف بتاعنا ده. شفت؟ ده شوطة دي من 35 يارد. كموش ايه ده؟ مونشن 1860. ده اول مباراه ليا واول هدف في الدوري. هدف في الماني. الماني. لا يعني من بعيده برضه، على فكره ده بالك اللي مصلحها لي. ميكائيل بالك ده طبعا لاعب معروف. انت جبت الهدف ده كتير في مصر. جبت يعني من الاهداف الكويسه حاجاتك دي. الحمد لله كنت مميز في الشوط، انما دي اول مباراه ليا قدام مونشن 1860 واول مباراه في البوندسليج. كان في جيلك مين يا كابتن سمير مساكين لما احترفت؟ في مصر؟ في الاهلي. في الاهلي كنت كان موجود ابو الدهب، كنت انا ومحمد يوسف، كان في الحديدي. محمد يوسف كان بيلعب مساك وباك ليفت. تمام. يعني على حسب الظروف يعني. تمام. في طبعا مشير حنفي. دي المساكين اللي كانوا موجودين. بس انت كنت لعيب مؤثر. كنت يعني بلعب يعني مساك وليبرو. نفس الوضع بالنسبه يعني تشابه شويه بالنسبه لحجازي، ان انت كنت برضو لعيب مؤثر وبس. لما جت انا عايز يعني اوزن المساله. هي الفكره، بص يا كابتن، عايز اوزنها بالنسبه للاعب وبالنسبه للنادي وبالنسبه لاحتياجات النادي وبالنسبه لاحتياجات اللاعب. عايزين نوصلها برضو. هشرحها لك بشكل الموضوع حاجتين. رغبه اللاعب، عشان الناس بس ما تقولش ان احنا بنبرر احتراف. بص، عايزين رغبه اللاعب. انت عمرك ما هتقعد لعيب غصب عنه. لازم نقول ان رغبه اللاعب في العالم كله دلوقتي النهارده نيمار مشي. حتى لو 222 مليون يورو بس مشي. ليه؟ لان رغبته انه يمشي. النهارده برشلونه بيحاول مع كوتينيو. ليه؟ مع نجم طبعا ليفربول، علشان ياخد الرغبه دي ان هو يمشي. يعوض. شفت عرضين لك جول برضو عشان ما في من ده كتير. بس شفت يا جماعه ما بيعرضوش.
لازم لازم متواضع قوي وليد. وليد صلاح متواضع، قال لك عندي من الجون دي كتير. لازم الجون يترقص، لازم مبدئيا. بص بقى، لازم الجون يترقص. فكره الرغبه، فكره الرغبه دي اهم حاجه، اهم حاجه في الكوره دلوقتي. بالزبط. الاول زمان زمان ما كانش فيه الكلام ده، كان يقول لك ايه، كمونه جاي، انا جالي مليون عرض احتراف. يعني انا خدت 10 فاكسات انا وهادي خشبه للكابتن الله يرحمه طبعا كابتن صالح سليم، ورحنا له مكتبه فروض الفرج، يا كابتن نادي اسمه ار كي سي في هولندا، خامس الدوري الهولندي، وجايبين لنا عروض 10 فاكسات ورا بعض يا كابتن حتى نرد. فالكابتن صالح انتوا عايزين تسيبونا بعد كده بعد ما ربيناكم عايزين تسيبونا؟ قلنا له خلاص يا كابتن، خلاص احنا اسفين، يلا يا هادي. هي الفكره في ايه؟ الاول ما كانش فيه كده، كان يقول لك مثلا ايه، كمونه اقعد، تقول له حاضر. استنى بس، استنى استنى، لا لا استنى، عشان دي جزئيه مهمه جدا انت اتكلمت فيها دي. بعد ما ربيناكم حاجه ولعيب جايبه برضه مش لا لا دي بتفرق؟ لا ما ده سؤال. دلوقتي ما بتفرقش خالص، خلاص حتى لو لعيب متربي في قلب النادي خلاص الموضوع ده انتهى. الفكره دلوقتي الموضوع ده انتهى، الفكره دلوقتي رغبه اللاعب رقم واحد. دلوقتي العالم كله بيقسم، انا رايح اساسي ولا مش رايح اساسي. مفيش حاجه اسمها اشتري وخلاص. اللعيب اللي انا جايبه ده انا جايبه يلعب ولا جايبه ما يلعبش. فهي بس عشان ما اطولش عليك، حجازي يحترف لازم يحترف. ما تقوليش مش هتقعد واحد غصب عنه. يعني رمضان صبحي يعني عرب مليون، رمضان مليون صبحي يعني جاله نواحي الماديه يعني لا، والرغبه كمونه ده الشيخ جاي له النهارده نادي في سويسرا برضه. انا بقول لك رمضان صبحي لما جاله عرض ستوك سيتي خلاص هيمشي هيمشي. الفكره بقى الجزء الثاني بقى، هتحضر البديل ولا لا؟ دي بقى ايه مربط الفرس. انت بتسال كمونه كان مين السردباكات في جيلك، لكن هم عوضوا غيابه. يعني كانوا اللي موجودين على نفس الكفاءه. قدر محمد يوسف وقدر ابو الدهب وقدر الحديدي وقدر مشير ان يشيلوا ان الفراغ اللي هيعمله كمونه. هي ده دور النادي الاهلي دلوقتي. حجازي احنا صممنا، يعني كان ليا الشرف ان انا اكون موجود في لجنه الكره في النادي الاهلي، وكنت واحد من اللي صمموا على حجازي. يعني حجازي ده كان تارجت اول لينا، ان لان بص منتخب مصر والنادي الاهلي ما اتظبطش في الكرات العاليه وما تامنش وما وصلش امم افريقيا وما وصلش نهائي امم افريقيا الا بوجود حجازي وعلي جبر. لان انت بقيت تاخد العالي كله. بس النادي الاهلي كان انت داخل فيه الجونين في المنتخب كور عاليه وتوقف على الصدر بمنتهى الاريحيه. من 10 احنا بس بنتكلم على ايه، على سلبيات وايجابيات. انت بتتكلم على كمان ايه يا كابتن ميدو، على حاله. يعني انا الاول منتخب مصر، انت لو شفت منتخب مثلا غانا ومصر 6-1 يعني اي حد كان بيشيل كره كده للنادي الاهلي او منتخب مصر او الزمالك كان بيبقى عندك مشكله. المهاجمين اقوياء وطوال وبيقف محطه وبيبقى عندك مشكله. انا بدعم رايك على فكره، بس انا لازم ارد عليك بلسان راجل اللي هو دلوقتي بيسمعني، اقول لك طب ما هو حصل كده، لكن هو كان كفايه ان هم بيطلعوا من المباريات كل مباراه. لازم هيدخل اجوان كتير ودخل اجوان هتقعد. بس هي الفكره في ايه؟ انا احتياجي للعيب ده مؤثر ولا لا؟ النهارده بقى دور الجهاز الفني ودور اداره النادي الاهلي ان انا اعوض حجازي. هي دي النقطه. انا ما عنديش مشكله ان انا ابيع، لكن هتقدر تعوض ولا لا؟ النهارده العالم كله واقف على ان برشلونه فقد نيمار. انا بقى اداره برشلونه اللي هم عندهم اداره الكوره، المدير الرياضي والمدير الفني وبقيه مجلس الاداره، هيقدر يعوض نيمار ولا مش هيقدر؟ تمام، هو ده التحدي. تمام. اللي عندك. تمام. طيب قبل ما اجي لك كابتن سمير علشان نتكلم على يعني الحكم العالمي علي المغربي، ممكن لو انت اتكلمت معاهم في مصر او خارج مصر ممكن تعوض حجازي شويه. في عندك محمد كوفي لاعب نادي الزمالك، لو قدر النادي الاهلي مفيش اتصالات وكان في نادي الاتفاق مؤخرا يعني، وفي محمود عزت لاعب نادي سموحه ومحمود متولي لاعب نادي الاسماعيلي، وفي كمان محمود علاء لاعب نادي دجله. تمام. دول طيب. اربع لعيبه تقدر ان انت تاخد واحد منهم يعوض حجازي. هنتكلم برضو تاني وممكن تروح لحاجه كمان. قول لي. معلش مهمه جدا انك تبحث في اعتبار اللاعبين السوريين لاعبين مصريين. لسه هنتكلم فيه. مهم جدا. ده تحليل الاسئله ليدو على فكره. بس معلش في لعيبه محترفه خارج مصر. هنتكلم فيها تحليل. وعلى مستوى عالي جدا. خلينا نمشي مع التسلسل. حلقه جميله وكلها كلام، اعتقد ان احنا بنتكلم معاكم يعني بشفافيه واضحه جدا كده. هنتكلم عن السلبيات اللي شفناها في البطوله العربيه وشفناها كمان في المباراه الاخيره بعد ما نسمع اراء اعضاء النادي الاهلي في هذه البطوله العربيه. نطلع نشوف قالوا ايه وارجعوا لنا على طول.
النادي الاهلي استفاده كامله من البطوله العربيه، لان كان في لعيبه اساسيين مرهقين جدا. كابتن حسام البدري وقف على الفرقه ككل، ادى فرصه ان هو يجرب كل اللعيبه الموجودين في النادي الاهلي، ودي بتدي اللعيب نفسه حافز وقوه ان هو يثبت للنادي الاهلي ان هو يستحق ان هو يرتدي تيشيرت النادي الاهلي. فاكيد مع وجود العدد الكبير ده من اللعيبه الموجودين في النادي الاهلي، ده هيبقى استعداد قوي للنادي الاهلي ان هو يحضر فريق قوي. طبعا كان في لعيبه كتير قوي قاعده في الدوري المصري وطبعا بطوله افريقيا، استفادوا طبعا مشاركه كبيره قدام انديه كبيره، انديه من احسن انديه في الوطن العربي. طبعا ناس مثل زي عمرو بركات، باسم علي، صلاح جمعه، وليد ازارو، صفقه كبيره قوي وليد ازارو، ولاعيب كويس قوي وهيبقى ليه مستقبل كبير طبعا. وطبعا استفادوا استفاده كبيره، وده طبعا هياثر على يعني كلام حسام البدري في مين هيمشي ومين مش هيمشي. بدون شك انا زعلان الاهلي ما خدش البطوله، لكن انا مبسوط ان الاهلي لعب واخطا وعمل مباريات جميله وعمل مباريات وحشه. في جميع الاحوال انا بعتبر ان هي تجربه ناجحه جدا. المدرب المصري مدرب النادي الاهلي حسام بدري اكيد استفاد وشاف اخطاء بعض اللاعبين، ان هو احنا شفنا لعيبه النادي الاهلي ضمها مؤخرا كان صعب جدا ان احنا نشوفها في الماتشات الرسميه، وخاصه ان كان الدوري كان صعب، وبعدين في افريقيا فكان صعب نشوف اللعيبه دي. فقدرنا في البطوله دي نشوف اللعيبه دي امثال عمرو بركات وامثال اللعيبه الجديده والولد وليد ازار وده لسه جاي جديد، واللعيبه اللي كانت لعبت شويه وقعدت زي باسم علي وزي حسين علي، فكل اللعيبه دي كلها احنا شفناها تاني وظهرت بمستوى طيب. وانا كنت اتمنى ان النادي الاهلي او الجهاز الفني يكمل البطوله العربيه بنفس اللعيبه ديت، علشان كان في النهايه حتى لو كان هيخسر ما كانش يبقى في اي حاجه. فمعلش قدر الله ما شاء فعل، فده فعلا احنا استفدنا. اي نعم مش استفدناش الفوز، لكن استفدنا ان احنا شفنا لعيبه جديده وان شاء الله يبقى لها مستقبل في الفتره الجايه بتاعت النادي الاهلي. جرب لعيبه كان لسه جايبهم، وجرب لعيبه كانوا لسه مش موجودين في ما لعبوش قبل كده يعني، فهو استفاد ان هو عمل تدوير لكل اللعيبه في كل مكان. تجربه اللعيبه وبناء وتجهيز فريق للسنه الجايه واختبار اللعيبه، جزء من اللعيبه اللي انضموا السنه دي واللعيبه اللي ما كانوش بيشاركوا السنه اللي فاتت برضو الاهلي عاوز يقف على مستواهم ايه؟ فده كانت فرصه لتحقيق الهدف ده. بحضراتكم من جديد. يعني شفنا اراء اعضاء النادي الاهلي، يعني بنتكلم في نفس السياق وبنتكلم في استفاده النادي الاهلي من اللعيبه ومن البطوله عموما. والكابتن حسام شاف لعيبه ولعيبه اثبتت نفسها ولعيبه دخلت نفسها او اقحمت نفسها في التشكيله الاساسيه، يعني كلام كله في نفس السياق. هنتكلم على حكم المباراه او التحكيم بوجه عام، وبعد كده نرجع نتكلم عن سلبيات البطوله بالنسبه للنادي الاهلي يا كابتن سمير. يعني خلينا نتكلم على الحكم علي المغفري تحديدا دلوقتي، اللي هو ادار مباراه الاهلي والفيصلي. والحكم ده كان ليه، لو انت سمعت الانترو اللي انا قلته، كان ليه خلفيات قبل كده. الحكم ده حكم مباراه الترجي والنفط يا كابتن وليد، والغى حكم الغى هدف صحيح 100%، وعرضنا الهدف للساده المشاهدين. اللي اللجنه انتفضت قوي برئاسه وديع الجريء، والوديع الجريء ده احنا قلنا ان هو تونسي الجنسيه، انتفضت قوي وراحت اوقفت اللاين مان ورحلته، وادت الحكم انذار او شدته من ودانه زي ما انا قلت ان اجاز التعبير يعني، وبعد كده كافئوه بمباراه مثل مباراه قبل النهائي بين فريق كبير قوي الاهلي والفيصلي الاردني.
هو طبعا كابتن علي مغفر ده موريتاني تقريبا. الحكم موريتاني. عايز اقول لك طبعا هو اللي هيدير مباراه منتخب مصر واوغندا. بالظبط. للاسف دي كارثه كبيره بقى. يعني احنا طبعا حاطين ايدينا على قلبنا وليد وبنقول ربنا يستر ما يعملش نفس الفضايح اللي عملها مباراه الفيصلي قدام النادي الاهلي، لان هو ليه اخطاء كتير. لو شفنا السيناريو المباراه مش راكب مع نتيجه المباراه. النادي الاهلي في المباراه دي يعني دي ضربه جزاء مع صالح جمعه مليون المية ضربه جزاء، هو بعيد عنها يعني. هو تحركاته هو تحركاته كحكم، ولو جبنا الكوره من الاول بص هنا ضربه جزاء يعني هتروح فين تاني؟ خدت ايده كلها من اولها لاخرها وعامل تاكلينج بكوره هو اصلا ما شافهاش عشان بعيد عنها. يعني هو ما شافهاش عشان بعيد عنها. بص المسافه فين يعني؟ انت بص هو فين بقى؟ بص هو فين يا كابتن وليد؟ يعني بعيد عن هو المفروض يبقى عند الراجل وليد الزاوي هنا رقم 7 ولا 9 هنا بعيد عن دي. اول خطا ليه. الخطا الثاني التغييرات، احنا مغيرين حوالي 5 تغييرات أو 6 تغييرات في الشوط الثاني. كل تغيير بنص دقيقه يعني دخلت في 2:30 3 دقايق. المعتز الحارس المرمى الفيصلي وقع 3 مرات كل مره ياخد 2 ادي 6 دقايق وثلاث دقايق ادي 9 دقايق. هو مدي 6 دقايق 9 دقايق ده غير اللعيبه اللي وقعت، غير اللعيبه اللي وقعت وتضييع الوقت والكوره بره والوقت الضايع الطبيعي اللي احنا بنتكلم فيه. يعني هو ادى 8 دقايق. فالطبيعي جدا انه يحسب 10 دقايق ده الطبيعي. فانا عايز اقول لك ليه اخطاء. بعد كده عمل خطا يعني طبعا انا بالنسبه لي طبعا غير اخلاقي طبعا مع لاعبنا ونجمنا اسلام محارب. لو جبنا اللقطه برده المفروض هي دي اللقطه. ما ينفعش دي زقه، ما ينفعش. مش ممكن يعني. هو الحق اسلام بيتكلم معاه بطريقه محترمه جدا، بيقول له الكره ليا او مش ليا، فما ينفعش انا ادع يعني ادفعه كده من صدره والكاميرات شغاله والكره لعيب حكم دولي وهتحكم مباراه بين مصر واوغندا. يعني هو موقف غير اخلاقي. هو انا قلت انا لو كنت مكان محارب كنت عملت ايه؟ انت لو كنت لا هو ربنا يعني ربنا ستر ان حسام غالي ما كانش موجود، كان ممكن كان زقه نفس الزقه. انت كنت هتعمل ايه؟ لا يعني لا هي حركه مش كويسه. يعني لازم الحكم يبقى عنده سبالي انفعالي زي الحراس بالظبط وزي بقيه اللعيبه في اثناء المباراه وهي شغاله. ما ينفعش الراجل بيعترض اعتراض عادي جدا. انا ما ينفعش انا حكم لازم اكون قدوه زي اللعيب ما هو قدوه في كل حاجه. لازم الحكم برده ما ينفعش يزق اللاعب كده زقه طبعا. ما ينفعش ولا اللعيب اصلا كمان. انما بتشوف الحوار لغه الحوار ان اسلام بيتكلم معاه باسلوب محترم جدا. انا رد فعلي كحكم لازم برضو اسلوبي يبقى كويس جدا على حسب رد فعل اللاعب. انما انا ما ينفعش انا ادفع اللاعب من سنه وبعدين انا في كاميرات وفي لا انا طبيعي جدا انت مديت ايدك عليها مدي ايدي عليك. انا طبيعي جدا يعني طبيعي جدا طبيعي جدا لو كان بقى اسلام محارب عمل نفس يعني عمل نفس الحركه دي يا كابتن وليد. انا عندي كذا جزئيه. رقم واحد التحكيم سيء بشكل غير طبيعي في البطوله كلها. في كوارث تحكيميه حصلت في اغلب المباريات. ادي واحد. اثنين معنى كده بقى ان الحكام العرب يعني احنا بنقصه جدا جدا على الحكم المصري لما بيكون في المباراه ضربه جزاء مشكوك فيها او حتى وقت بدل ضايع. هنا عندنا مشكله كبيره جدا في التحكيم العربي. تحكيم البطوله سيء بشكل غير طبيعي. ادي واحد. اثنين انا عايز اروح لعقوبه بص دي واحده يعني ده الهدف ده هدف الترجي والنفط هو الحكم سهله قوي قوي ولا وكمان اللاين مان كمان يعني ازاي يديها يعني حتى هو بعد كده هيحاول يسلم على اللعيب واللعيب مش هيرضى. يعني هي الفكره ان وحش قوي فيها مساعد الحكم كمان لانها حاله سهله بشكل غير طبيعي. في حاجات كارثيه كلها مؤثره بس هو فينا بص فيها يعني وهو واقف صح واقف صح وفيها بتاع 5 متر يعني يعني لو حتى مساعد ده لاعب مساعد مبتدئ مساك هنا طيب يعني لو مبتدئ مش هيعمل فيها كده. انت شايف القصه دي ازاي؟ لا ما هو هنا بقى التحكيم العربي واضح انه عنده مشكله كبيره جدا. عندي جزئيه ثانيه مهمه جدا. انا عايز اعرف بقى العقوبات اللي حطاها لجنه تنظيم البطوله العقوبات كلها. يعني انا النهارده هي بطوله وديه افرض لعيب ضرب حكم راح ضربه بالبنيات يعني لو الموقف بتاع اسلام محارب ده مثلا والحكم راح زقه. لان انا في حاجه ملاحظها جدا في البطوله في تهكم من اللاعبين والاداريين والاجهزه على الحكام بشكل مبالغ فيه. هل انا في لائحه عقوبات اعلنت او اعلن بيها
مسؤولي الفرق ولا لا. يعني النهارده لو لا قدر الله في النهائي حصل امبارح كان هيحصل مشكله كبيره فتح الرباطي وحتى فكره حمايه الحكم عندي برضو عليها تحفظ شديد. فكره ان الجهاز الاداري والفني والطبي ينزلوا من الفتح الرباطي عايزين يضربوا الحكم لمجرد انه طرد اثنين او ضرب او حسب ضربه جزاء برضو في حاجه. لائحه العقوبات بتقول ايه؟ انا النهارده لو حكم ورحت ضارب لو لعيب ورحت ضارب الحكم حاله هذه الاحداث للجنه اللجنه الانضباط أيوة إيه برضو المنظمه البطوله ايه اللي هيحصل برئاسه محمد هي بطوله وديه ايه اللي هيحصل هتمنعني من البطوله اللي بعديها ولا حاجه يعني ايه اللي لا فانا ممكن يكون كبير في السن وخلاص هيبطل انا لاحظت حاجه لو لعيب واحد لاحظت حاجه ان في عدم احترام للحكم بشكل عام في كل المباريات باينه واضحه وكل ما الادوار بتروح للنهايه بيحصل مشكله اكبر. يعني بص دي طبعا بتاعت نصر حسين داي صح ومفيش اي حاجه حق ده الراجل في 3 4 ضربات جزاء ما اتحسبوش للاهلي بس هي الفكره في عدم احترام للحكم. انا حاسس ان مش هيحصل لي حاجه انا حاسس ان لو عملت اي حاجه حتى لو كمان يا وليد ان الامن بيتاخر قوي في حدوث اي مشكله مع الحكم برضو انا شفت الحكم المصري بيتزق من وشه برضو وبقيه اللعيبه الخصم واللعيبه الثانيه اللي حق واللي مش حق يعني كله برضو بيهاجم زي ما وليد قال يا ميدو بس الامن برضو متاخر قوي. احنا عايزين نعمل كمونه حاجه ونكملها احنا عاملين حاجه حلوه قوي البطوله العربيه في مصر حاجه جميله وفي اي دوله عربيه ده يعني منتدى عربي جميل عايزين بقى نكملها بلايحه تطلع بره الناحيه الوديه تروح للناحيه الرسميه اللي هو ايه ان يبقى فيه عقوبات قويه جدا وتبقى معلن بيها كل الفرق ادي واحد اساسا انا بزوي انا باكد على كلامك يعني لو هم حتى عايزين يعملوها من الناحيه الوديه وتطلع البطوله جميله الحكم ما يستفزش لاعب ويضربه يعني انت جاي تبوظ البطوله بص ده كله ولا انت موجه لا وده كله يتحسب كمان عندي وجهه نظر ان انا لما اشوف حكم يخطئ زي افريقيا كده زي دوري ابطال افريقيا او اوروبا لما اشوف حكم يخطئ في الادوار الاولانيه لازم استبعده من البطوله وادي له عقوبه ومش اكافئه ان انا ادي له قبل نهائي او نهائي لا ده كده انا عايز امشي بالرولز او بالقواعد والنظم اللي هي بتحكم البطولات الرسميه. طب هل ممكن الحكم ده يتم استبعاده من مباراه مصر واولندا القادمه يا كابتن وليد؟ ما ليه؟ ما هيقول لك انا ماليش دعوه بالظبط بس دي بطوله وديه زي ما مبوظ قبل النهائي ده اتحاد مختلف ملهاش علاقه بالرسم خالص ده قرار الاتحاد العربي ده الاتحاد الافريقي ده اداء حكم بيقيم عليه عنده مشكله لو حتى بطوله وديه ودوره رمضانيه بطوله في الشارع اداء حكم بيقيم عليه باعت فاكس للحكم والبلد والاتحاد اللي تابع ليه خلاص الموضوع رسم عادي يعني واحنا يعني الماتش بكره احنا نتمنى طبعا بالمستوى السيء اللي هو عامله قدامنا هو لازم انا اعتقد ان لازم اتاثر كمان جدا بتصريحات مسؤول الفيصل الاردني لازم نقول ان الحكام تاثروا جدا بالتصريحات اللي اطلقها مسؤول الفيصل الاردني ان عايزين التحكيم يبقى فير عايزين الحكم ما يجاملش النادي الاهلي عايزين ضغط كل ده قبل المباراه ضغط عمل عليه ضغط باين جدا في الملعب هو شايف ومش عايز يحسب يعني هو من قرارة نفسه انا حاسس يقول لك ايه مش عايز اجامل الاهلي يا عم ما انت شايفها انت شايفها طب هو اصلا يعني اداؤه وحش في كل بطوله ايوه بالظبط ما هو هنا بقى بس يعني الاتحاد المصري لكره القدم عنده الحق كله ان هو يعترض على هذا الحكم عنده بالفيديوهات موثق اخطائه من اول مباراه لاخر مباراه ادارها اخطاء كارثيه يعني اخطاء بتغير نتيجه مباراه فعنده من الحلول ومن الحجج ان هو يستبعد هذا الحكم من لقاء مصر واوغندا اللقاء الهام جدا جدا واللقاء المؤثر جدا انا عايز بس اختم بحاجه اتفضل ده يخلينا مستوى الحكام العرب في البطوله العربيه ده يخلينا لا نقصوا على الحكم المصري خالص ده الحكم المصري بالنسبه الناس بتتجنن من الموضوع ده بس هل في توجيه سؤالي ليكم يعني هل في توجيه يعني رئيس يعني انا مش عايز افترض سوء نيه لكن الحكم او رئيس لجنه الحكام يعني بص يا كابتن ميدو تونسي ما تعاقبش الحكم حتى لو كافئوه بص حتى لو في توجيه بالنسبه للفرق الكبيره ما يبقاش ده السبب انها تتغلب لا ممكن يوجه لكن بنسبه نقول مثلا نسبه 10% من خساره الاهلي للمباراه الحكم انا ده رايي الشخصي عايز اقول لك ان الصحف التونسيه علقوا على الصحف التونسيه نفسها علقت على انا ما بديش دايما ما بديش نسبه اكتر من كده الاهلي لو كان موفق كان كسب
ما كان في ضربه جزاء ممكن تغير لك المجرى المباراه. بس برضو انا اكلمك برضو بحياديه خلينا في ضربه الجزاء مؤكده. كره وليد ازارو مليون المية ضربه جزاء. انهي ضربه جزاء الثانيه اللي بتقول عليها؟ وليد ازارو بتاعت صالح. وليد ازارو في الشوط الاول. وليد ازارو كمان ده انا ناسي وليد ازارو دي كارثه في الشوط الاول. دفع بينا جدا ويعني بص في ناس هتختلف وناس هتتفق ويقول لك مش باينه ويقول لك باينه. انا بس في حاجه الفرق الكبيره الاهلي كان قادر على انه يكسب المباراه بغض النظر عن سوء التحكيم. دي نقطه مهمه. انا معاك. انا خلينا عشان بس نبقى انا معاك بنتكلم كوره. انا ما يجيليش 10 15 فرصه منهم 5 6 فرص مؤكدين يعني دي فرصه مؤكده. ما هي دي ضربه جزاء يا كابتن وليد. لا 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 ضربه جزاء يا كابتن وليد. ده هو يحطها هو زقه. بص هو جنن الواد يعني ايه يعني هو كجسم لاعب خلاص توازنه اختل مش هيقدر يشوطها مليون في المية. ده هو باين جدا. والكابتن الشناوي الحكم الدولي بتاعنا الصابر قال وجاب بص من رجله الشمال. بص رجله الشمال اهو. لا لا خلاص رجله مين ده زقه يعني زقه واضحه جدا من تحت يعني. وبعدين ما انت عارف يا كابتن وليد لو انت بتبقى اسبرنت خفيف اي لمسه ليك هتطيرك اساسا اهو. يعني شو هلهاتها بالبطيء بقى هنا بقى واقف هنا انت برضه في كره القدم غصب عنك مش هتقدر تعمل حاجه للحكم. هيقول لك تقديريه. اولا هو واقف غلط. حبيب قلبي انا معاك. هو بعيد جدا 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 عن الكوره. انا معاك. المفروض ان هو فضل. يعني بص لو عدت الكوره المفروض ان الحكم يضرب سبرنت زيه زي اللاعب بالظبط. بص اقف بقى اقف هنا. الحكم فين؟ الحكم على بعد 30 40 متر. ممكن يكون هو متعمد بعيد جدا. ممكن يكون متعمد بتاع صالح. بس الفكره في ايه؟ يعني بس هي الكوره برضه هو معذور فيها ليه؟ معلش بنتكلم في سلبيات وايجابيات. هي الكوره الكره جت في بطن رجل محمد هاني تقريبا راحت سريعه جدا. فهو عقبال ما عمل سبرنت من نص الملعب لل 18 هو برده مش قادر ياخد زاويه رؤيه. هو مش قادر. بص هو حاجه واقعه منه باين ولا مش عارف. هو مش ملاحق وهيجي لعيب ال هو ايه اللي وقع منه ده يا جماعه؟ ارجعوا كده تاني يا جماعه. ارجعوا كده تاني. ايه اللي وقع من الحكم ده؟ هتلاقي ال لا في زاويه قريبه. ممكن السبراي. ممكن السبراي. هو بدا يزود سرعته. بدأ يزود سرعته. ما هنا برضو سنس الحكم. ايوه دي اهو في حاجه على اوسن السبراي. علبه السبراي. عايزين نكمل على الكادر ده لو ينفع يزود السرعه. ايه نفس الشكل ده. ايوه بص الدفع بقى هنا من كتفه الشمال بايد اهو اهو. والله انا شايف لا يعني انا هو عندي. ارجع سنه كده. انا عندي وجهه نظر يا جماعه. قول وجهه نظرك. يعني ارجع بالكادر ده. الكادر ده خلينا في نفس الكادر ده جميل اهو. ايوه كمل ماشي كمل ماشي. كمل خطوه لغايه اما اقول لك بس وقف ماشي اهي. ايه الدفعه اهي وليه؟ معلش طيب ما محركش وليد ازارو سبق. اسمع بس انا واخد ضربه جزاء في ماتش الرجاء زي دي بالظبط. اسمع بس وليد ازارو انا انت عايز تفيده ولا عايزين عايز تفيد وليد ازارو نفسه. انا هنا احمي كورتي. لازم اخد خطوه بالعرض شمال. انا طالما سبقته اخد المهاجم في ظهري. النهارده لو وليد ازارو جه خطوه واحده شمال بعد لما زق الكره دي ضربه جزاء وطرد رسمي. ماشي لانه مش هيقع كده. اسمع بس حلو يا وليد انت بتتكلم صح فنيا جدا. انا بتكلم على الحاله نفسها. هل ارجع 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 فريم كمان كده. هي بنالتي ولا مش بنالتي؟ ضربه جزاء طبعا. يعني بنتكلم على الحاله والحلول الثانيه. هنا مين سابق؟ ايوه بس ممكن يرقصه ويعملها بالعرض. هو مش عايز ضربه جزاء. انت تفكيرك بتبقى عايز ضربه جزاء. انا عارف كان تفكيرك بتبقى يا عم احمي كورتي انا. أيوة. معلش ما بص وليد ازارو انا شايفه وحش جدا في الكوره دي من وجهه نظري لسببين. اولا انت بص لها والناس كلها تبص لها. مين اللي ممتلك الكره بنسبه 100%؟ هو اللي ممتلكها. هو عايز يجيب الجون. طب تعالى انا حاجه من اثنين. يا شوط الكره دي في الجون يا لازم البس اللي وراه ده ضربه جزاء. هو عايز يجيب جول. هو عايز يجيب جول. ولا عمل كده ولا عمل هو كده. عايز يجيب جول. هي بس احنا بنقول في الخبره بقى بعد كده ان هو يهتم بالحاجات دي. يلا نشوف تقرير عن اخطاء الحكام ونرجع لحضراتكم على طول. هو التحكيم يعني احنا دول كلها عربية والحكام عربية. احنا بس عايزين نقول للجماهير مصر ان التحكيم بتاعنا في مصر هنا بخير برضو. في خبرات للحكام بتوعنا اكتر. يمكن الدوري في بعض الدول العربية مش بقوة الدوري المصري يعني. التحكيم اثر على نتيجة مباراة الاهلي ده بشكل قوي جدا يعني.
مع احترامي لكل الاراء، الحكم في الاخر بشر معرض للخطا، فانا ما استناش النتيجه بتاعتي تعلق على اخطاء الحكام. التحكيم والله هو كان تمام، بس هو اخر ماتش بس كان حصل الحاجه، ما قدرش يسيطر على الماتش كويس من اوله، يعني من البدايه كان في الاواخر يعني كان في ضرب ومشده شويه مع اللعيبه كده، بس ده يعني وجهة نظر اي حكام، يعني ده ما تقدرش تتكلم يعني قوي عليهم، يعني دول الناس بتبقى شايفه كل حاجه ودرس الكلام ده كويس، ف اللي هو شايفه هيحسبه يعني مش هيعمل لك حاجه. يعني الماتش ده بالذات، الماتش ده بالذات يعني انا اعتبر ان الحكم كان ضعيف جدا ولا يليق بمباراه زي دهيت. عموما احنا مش يعني احنا كاهلي عمرنا ما علقنا الهزيمه او الفشل على التحكيم، انا بقول الاهلي استفاد والاهلي برضك المفروض يتعلم من الكلام ده كله. قدامنا كاس مصر لازم نعوض، ولازم الجماهير بتاعه مصر او جماهير الاهلي خصوصا تاخد يعني قاعده بالسنيه البطوله دهيت، وان شاء الله نحصدها من ضمن البطولات الكبيره اللي احنا بنحصدها. ويبدو ان النادي ان الحكم الاخير دوت كان نازل وكان واضح عنده تعليمات ان النادي الاهلي ما يكسبش نهائي، يعني ده في ضربتين جزاء الاعمى سوري في التعبير يعني ما يختلفش عليهم، فده طبعا كان نازل وواضح جدا ان النادي الاهلي كما لو كان ان هو فعلا عنده تعليمات صريحه ان النادي الاهلي ما يوصلش النهائي في الماتش الاخير. بس احنا متعودين برضو في النادي الاهلي انه ما بيبصش للتحكيم، معلش النادي الاهلي طول عمره فريق كبير بينزل، طب انت جيب اجوان والعب كويس وسيطر وسيبك من التحكيم. التحكيم في اخر ماتش مع الفيصلي كان ليه اثر، بس مش النادي الاهلي اللي تلعب بتاثير التحكيم، لا حكم كويس حكم وحش لا مش مع النادي الاهلي. النادي الاهلي بينزل لعيبته عارفه تعمل ايه، خطته ماشيه ازاي، بيجيب جون واثنين وثلاثه وعشره. شماعه التحكيم دي بقت قديمه بقى في كل الانديه. طيب لو كان الاهلي كسب كان حد هيجيب سيره التحكيم ولا هيجيب سيره التحكيم؟ ساعات بيبقى عليك وساعات بيبقى ليك كمان، فدي مش شماعه، الناس لازم تبطلها الحكايه دي. هو دي كوره، ما في تحكيم مره يبقى ليك ومره يبقى عليك. وهو ليه يعني ليه احنا عندنا، انا بحب الاهلي جدا انا وعيلتي كلها واولادي كلنا اهلاويين بنحب الاهلي يعني، بس عاوزين نخرج من ثقافتنا ان لازم لما بطوله تعمل سواء محليه او دوليه او اقليميه ان لازم الاهلي يفوز بيها. طب بعمل البطوله ليه؟ لو انا كنت حدد هدف من الاول او لو ما فزتش بيها تبقى البطوله فاشله، بلاش ننظم بطولات. فانا شايف ان ما فيش مشكله ناخد المركز الثاني والمركز الثالث او اكون موفق او غير موفق. التحكيم اذا كان ليا المره دي فكان علي يعني عليا المره دي فكان معايا في مرات كتير، مش عاوز احمل التحكيم كله. كان في الماتش الاخير ده كان في حاجات من الحكم، بس ما اعتقدش انها مقصوده. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني اراء بصراحه يعني باينه للجميع، وفعلا التحكيم المصري بالنسبه اللي احنا شفناه ده الحمد لله التحكيم المصري بخير، وان شاء الله يبقى احسن كمان كل سنه عن اللي قبلها. اخطاء كارثيه بس خلاص الموضوع عدى، واحنا بنتكلم في اللي بنشوفه بس، وبنحذر الاتحاد المصري لكره القدم يا جماعه الحكم ده ما ينفعش يحكم مباراه مصر القادمة. المباراة مهمة جدا، عندنا من المباريات الكثير جدا ان احنا يعني نغير هذا الحكم وان شاء الله نغيره. كابتن سميع عايزين نشوف السلبيات زي ما قلنا الايجابيات، رجل الشارع ورجل الاهلاوي بيسال برضو عن السلبيات، ايه السلبيات اللي طلعنا بيها من البطولة دي؟ هو رقم واحد طبعا التحكيم كان لازم يكون افضل من كده، لانه اثر على الاداء الفني لبعض الفرق منهم النادي الاهلي. كان ممكن الاخطاء التحكيميه اللي شفناها مباراه الفيصلي تقدر ان انت تعدي بر الامان وتكسب بسهوله جدا. تمام. ضربتين الجزاء اللي احنا اتكلمنا فيهم زائد طبعا الفرص النواحي الفنيه، احنا ما بنلعبش يعني على التحكيم خالص. يعني خلينا نتكلم على الاهلي. يعني احنا بنقول ان النادي الاهلي لو بصرف النظر عن اثنين ضربه جزاء
مع الفرص اللي ضاعت طبعا احنا ما بنبصش التحكيم، التحكيم ده اخر حاجه خالص. خلاص ما كابتن رئيس صلاح قال احنا كان في سلبيات يعني النادي الاهلي 7-8 فرص زائد ضربتين الجزاء هو ما كانش فيه توفيق. انما المباراه يعني مشيت خالص يعني عكس سير المباراه خالص، يعني النتيجه زي المباراه الاولى بالظبط كده، النادي الاهلي كان مستحوذ وهو الاحسن والافضل. انما طبعا ده ما كانش فيه توفيق اليوم ده. في نقطه مهمه جدا حته الجماهير عايز اتكلم فيها. احنا بطوله وديه زي البطوله العربيه وليد بتحط 10,000 15 15، انت في الدوري الممتاز مفيش جماهير والبطوله معموله في مصر. طب ازاي المنتخب لما بيلعب بتحط 10,000 15 20,000 نفس الشيء. النادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي مثلا وسموحه بيلعبوا في افريقيا بتحط 15 20. طب ما احنا عايزين في الدوري نفس الكلام، ما البطوله بتتلعب في مصر. دي برضو من نواحي طبعا تانية بنتكلم فيها. حلو. بنتكلم حلو. طبعا في مشكلتنا احنا بقى كنادي اهلي لازم خط الظهر يتظبط شويه. دي السلبيات اللي عايزين نتكلم فيها يعني، دي برضو بالزبط. نقطه كبيره ومهمه قوي. عشان كده النادي الاهلي بيبحث دلوقتي عن مظبوط يعني احنا بندور على مساك سوبر يعوض حجازي مع باقي النجوم. يعني حجازي طبعا ربنا يكرمهم في الاحتراف، لكن عندنا ثلاثة كويسين جدا احنا برضو نتكلم عليهم ان هم ليهم باع وليهم دور في دفاع النادي الاهلي. يعني رامي سعد سمير لعيب كويس جدا، سعد سمير، نجيب فتح لو لعب بيأديها طبعا، لكن ما كانش فيه توفيق الماتش اللي فات. عندنا لعيبه عندها قدرات. مفيش لعيبه من قطاع الناشئين يا كابتن سمير ترشحها انها تنضم للفريق الاول وتتحمل مسؤوليه ولا لسه شويه؟ لا هو في هذا المكان تحديدا يعني انا كان في بيكهام بيلعب مساك وبيلعب ديفندر في الحته دي، لكن لا شخصيه اللعيب لا لعيب كويس وعنده شخصيه في الملعب ويقدر يأديها. انما طبعا مع الصفقات الجديده لو جبنا مساك مع الناس اللي موجوده تقدر ان انت يعني تلعب باثنين منهم كويسين يعني. تمام كابتن وليد، برضو ابرز السلبيات اللي شفتها خلينا على جزئيه الاهلي. بص انا شايف سلبيه يعني كبيرة قوي ومنورة قوي قدامي بقالها فترة كبيرة جدا وهي ضياع الفرص السهلة. ماشي. لازم الناس تعرف حاجة، سيناريو المباراة بيتغير كل لحظة، ما بين لحظة والتانية السيناريو بيتغير. بالظبط. انت أول ما تجيب هدف السيناريو كله بيتغير. بالزبط. خصوصا بالنسبة للفرق الكبيرة. بالظبط. الأهلي، الزمالك، الريال، برشلونة، البايرن، على كل المستويات. انت لما بتجيب هدف غالبا بيكون المدير الفني خطة الفرقة التانية حاطط خطة معينة. بالزبط. اني بقفل تلتين ملعب او نص ملعب، بقفل على كل مفاتيح اللعب. اول ما انت بتجيب فيها جون لازم انا غصب عني ببتدي اطلع من المواقع الدفاعية بتاعتي، ابتدي افتح مساحات الملعب، ابتدي يبقى في انت بالنسبة لك فرق الامكانيات هيبان. عشان كده الناس لما بتتفرج على برشلونه مثلا ولا الريال وبرشلونه جاب جون بدري، انت توقع المباراه دي 5-6-7 لان هتعمل ايه؟ المساحات وسعت. نفس الموضوع ده بالنسبه للاهلي. بالظبط. ارجع للتاريخ هتلاقي المباريات اللي الاهلي بيكسب فيها 4 و5 و6 جاب جون بدري. دي نقطة غاية في الأهمية يشتغل عليها الكابتن حسام. يبقى الفرص الضياع بشكل طبعا سلبية يعني كانت واضحة جدا طبعًا. جدا ومؤثرة جدا. وفكرة بقى تاني اللعيبة إنها لازم الناحية الهجومية يعني المهاجم الصريح أنا لغاية دلوقتي الدنيا عايزة تثبت شوية يعني خلاص وليد أزارو بقى يحط رجله يبتدي يهدف. هو حط رجله بالفعل يعني الحتة دي برضو تتظبط شوية. عمرو جمال هيروح بيتفيست ولا مش هيروح؟ لو راح هجيب مين مكانه؟ مين الناس المرشحة؟ عندك مروان يعني إن شاء الله راجع كمان يعني عايزة الحتة الهجومية تتظبط شوية لأن برضو في الآخر هي مؤثرة. شاب برضو لعب كويس. تمام. يعني النقطة دي مؤثرة جدا لأن دي اللي بتجيب لك جول. شايف حاجة تانية؟ لا بس هي الناحيه طبعا كابتن سمير كمونة قالها حته السردباك طبعا مهمه جدا ان النادي الاهلي يتعاقد، لكن احنا ناحيه اليمين ناحيه الشمال حراسه المرمى نص الملعب الحر تحت الفراوده طبعا عايزين يتظبطوا شويه، نشوف مين اللي هيغادر ومين اللي هيكون موجود مع النادي الاهلي السنه الجايه. لكن في الاخر السردباك والراس حربه الحتتين دول مع تضييع الفرص هم دي حاجات مؤثره. تمام. طيب علشان احنا خلاص وقتنا بيخلص يا كابتن سمير، يعني في عجاله فتح قيد اللاعبين السوريين في مصر ومعاملتهم زي اللاعبين المصريين بحد اقصى 2 سوريين لكل فريق، شايف الموضوع ده يعني هل هو مفيد؟ هل هو واجب؟ لا هو في لعيبه طبعا مفيد. يعني هل هو مفيد ولا هو واجب؟ لا يعني الاثنين يعني احنا نتعاطف مع الاخوه السوريين في كل حاجه، حتى لو في طبعا معاهم كمان عراقيين طبعا هي بلدهم، احنا مش هنتعاطف يعني هي بلدهم يعني بحكم ظروف البلاد
والمواقف الصعبة اللي مروا عليها وسنين صعبة احنا طبعا بنتعاطف معهم حتى في الرياضة. فطبعا اخوة لينا واشقاء عرب لو في مساحة ان احنا نستفيد منهم في لعبة كويسة نقدر ان احنا نستفيد منهم، مش مشكلة. اكيد كابتن وليد. اه طبعا قرار رائع، يعني اذا كان سياسيا او اجتماعيا او رياضيا نقطة مهمة جدا. انت عندك ثلاث اجانب، يعني كابتن سمير كمونة اقترح اسم كوفي. كوفي لو جاي لازم هيجي على حساب حد من الثلاثة اللي عنده. فانت هتضطر ان انت عندك وليد ازارو وعندك اجايو وعندك علي معلول، هتضطر تفقد حد عشان تده. لكن القرار الجديد ده لا، انا اقدر اذاكر بقى كويس جدا وابتدي اجيب موقف اللعيبة السوريين في كل انحاء العالم. في لعيبة محترفة في اندية كبيرة اقدر ادفع فيها فلوس، طالما انا واخد فلوس كويسة في حجازي اقدر ممكن اشوف سردباك يكون سردباك دولي ويكون بيلعب بره في اوروبا واقدر ادفع النادي الاهلي. ما بتاخرش في دفع فلوس لحد بصراحه. بالظبط، فيعني يعني دي حاجه كويسه هتفيد الانديه المصريه. وطبعا بنرحب بيهم زي الفلسطينيين في اي وقت. طيب بسرعه كده 222 مليون يورو في الامار غالبا ديمبلي. ديمبلي الصفقه وصلت 100 مليون. هو الاقرب، عثمان ديمبلي طبعا نجم بروسيا دورتموند هو الاقرب لبرشلونه. شايف نيمار يؤثر بالسلب ولا برشلونه لم يتاثر بغياب اي نجم؟ ده الدين فنيا ولا ماديا؟ هي الدنيا الدنيا مبدئيا الدنيا اتشقلبت ماديا في كل حاجه. اللعيبه كلها هترفع سقف الطموح. الانديه يعني كوتينيو كان برشلونه مقدم عرض ب 80 مليون السنه اللي فاتت، السنه دي 150 مليون ومش مش عارف تاخده. طب فنيا كل الدنيا فنيا فيها ميزه وفيها عيب. طبعا فيها عيب كبير نيمار الثلاثي الاقوى في العالم بالزبط. من حيث كل حاجه، التفاهم والالقاب والبطولات والاهداف. انت فكيت الثلاثه، ما بقاش ميسي وسواريز ونيمار، فدي نقطه مهمه جدا. طبعا جنب كبير جدا لبرشلونه هيفقده، لكن فيها ميزه ان انا اقدر مستر فالفيردي يقدر يشتغل تكتيكيا باشكال مختلفه. تمام. مش لازم بقى العب 4-3-3. دلوقتي اقدر العب 4-4-2، اقدر احط ميسي ولويس سواريز قدام واقدر ازود نص الملعب، اقدر اعمل اشكال مختلفه في الملعب ما كانتش مسموحه ليا طول ما الثلاثه موجودين. تعليقك يا كابتن سمير. صفقه طبعا يعني صفقه الموسم زي ما بيقولوا، تاريخيه، صفقه تاريخ. صفقه تاريخيه. وهو يستاهل حقه المشروع. انا بتعاقد مع اي نادي بحط الشرط الجزائي، مش عيب ان انا امشي، عايز اعمل تاريخ لنادي تاني زي ما عملت تاريخ لبرشلونه. بفكر ان انا اكون النجم الاوحد، ده طبيعي جدا، عايز يفكر في الكره الذهبيه وده حقه المشروع. انتقدوه الناس وليد ان قالوا ان هو هارب او خاين او بيبص للمال. انا ضد الكلام ده، عالم الاحتراف مفتوح. وشفنا عن طبعا تجارب وحاجات كتير قوي، اكبرهم واحسنهم كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد راح ريال مدريد، ما قالوش ولا هارب ولا راح للمال ولا الكلام ده. انا ضد الكلام ده خالص، بيبقى فكر طبعا يعني عقيم شويه، انما لعيب ممتاز. ولو هم يعني مسؤولين باريس سان جيرمان مش شايفين ان هو يقدر يفيدهم طبعا مش هيحطوا فيه نصف يعني نص مليار يورو. فيعني قربت على كده الصفقه دي، انما انا شايف ان صفقه عاديه جدا مش محتاجه الضجه ويقولوا عليه خاين او 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 او. فطبعا ده التتويج بتاعه ناصر الخليفي طبعا. ناصر الخليفي طبعا فيها صفقه سياسيه شويه برضو وفيها برضو يعني داخل فيها ابعاد كتير، لكن في الاخر هي رغبه اللاعب. يعني خد بالك احنا بص بناكد مرارا وتكرارا على ان الكوره في العالم كله بقت رغبه. اللعيب ما يقدرش يقعد، في حد يسيب برشلونه خالص يا راجل؟ في حد يسيب برشلونه ويروح باريس سان جيرمان؟ لكن هو رغبته خلاص، رغبه اللاعب. بسرعه جدا احنا وقتنا انتهى. يلا صفقه سياسيه ازاي؟ لا ده قصه بقى، خش في بسرعة قطر. بسرعة. لا صفقه طبعا سياسيه، ناصر الخليفي وقطر وطبعا تحضير لكاس العالم 2022. طبعا صفقه يعني هنخش في سياسه يعني طبعا يعني ضغط طبعا من قطر طبعا على يعني العالم كله بيقول لك لو عايز نعمل حاجه هنعملها. قصه يعني سياسيه بس في الاخر هي رغبه ولسه نيمار. ولسه هيجيب لعيبه ثانيه وليد جاء اقوى من طبعًا نيمار. رغبه نيمار حتى لو هو رايح للفلوس هو رغبته، هو حق رغبته يعني. هياخد رقم كبير جدا، تالي معدي 45 مليون يورو في السنه. حقه خلاص يعني. نورتني وشرفتني يا نجم، ودايما بتشرف بيك كابتن سمير. نورتني وشرفتني، دايما بتشرف بيك يعني. وقتنا بيخلص معاكم بسرعه جدا جدا، دايما منورني ومشرفني، ودايما دايما تصبحوا على الف خير.